بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من سهرة مع. النهاردة زي ما حضراتكم عارفين كان من المفترض أن يكون هناك برنامج ملك وكتابة، ولكن الحقيقة أفسحوا لنا المجال النهاردة أن احنا نكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة لتقديم أحدث صفقات النادي الأهلي. أحدث صفقات النادي الأهلي كانت أول امبارح محمود متولي في حلقة الحقيقة عملت ردود أفعال كبيرة جدا جدا، انا بشكر حضراتكم عليها شكرا جزيلا، وبقول لكم ان احنا دائما ما بنحاول ان احنا دائما نكون مع حضراتكم، ودائما الحقيقه بنحاول ان احنا نلبي كل طلبات ورغبات حضراتكم. وبالتالي احدث الصفقات محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه واحد من افضل اللاعبين خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا، الحقيقه كان النادي الاهلي يضع عينه عليه، الحقيقه بقالنا سنتين تقريبا محمد مجدي قفشه النادي الاهلي بيضع عينه عليه، يعني الامور مشيت كده شويه وكده شويه وانتقل الى نادي بيراميدز، ولكن امبارح الحقيقه اعلن الموقع الرسمي لنادي الاهلي ان محمد مجدي قفشه اصبح لاعبا في النادي الاهلي، وبالتالي قلنا ان احنا نجيبه لحضراتكم. طبعا بالاتفاق مع محمد قفشه اتفقنا ان هو يكون مع حضراتكم على الهواء مباشره ان شاء الله بعد قليل. وكالعاده برضو بعتذر مره اخرى لكل اصدقائي في فريق الاعداد، وبقول لهم ما تزعلوش برضو النهارده انا هعتمد على كل اسئله الجمهور. كل اسئله الجمهور حضراتكم هتبعتوها لنا على هاشتاج اسال قفشه، اسال قفشه هاشتاج. كالعاده هنقدم له هديه رمزيه الحقيقه النهارده من خلال جمهورنا، ان انتوا تبقوا رقم واحد على او ترند على تويتر كالعاده الحقيقه زي ما عملتوا مع محمود متولي. ان شاء الله انا عارف ومتاكد ان حضراتكم هتعملوا كده مع مجدي قفشه. كل الاسئله اللي حضراتكم هتبعتوها لنا سواء على هاشتاج اسال قفشه على تويتر او على صفحتنا الرسميه على قناه النادي الاهلي، صفحه قناه الاهلي، عاملين لحضراتكم برضو اسئله كتيره جدا. ابعتوا لنا كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تبعتوها من خلال الصفحه الرسميه للنادي الاهلي. ايضا هناك بث مباشر لهذا اللقاء، واحد من اللقاءات الهامه جدا وتقديم الصفقات الجديده للنادي الاهلي، هيكون هناك بث مباشر على اليوتيوب او على قناه او على الصفحه الرسميه لليوتيوب لقناه النادي الاهلي. كل ده هناخد من حضراتكم كل الاسئله النهارده، ونشوف محمد مجدي قفشه هيقول لنا ايه. عندنا كلام مهم وكلام كتير جدا جدا يخص محمد مجدي قفشه، احدث صفقات النادي الاهلي. طيب انا عايز بس اتكلم مع حضراتكم في موضوع هام جدا يخص حلقه محمود متولي. الحقيقه يعني انا الموضوع ده عارفه من فتره او عارفه من زمان، ولكن ما كنتش عايز اتكلم فيه الحقيقه لغايه لما لقيت ان في بعض الانديه بتعمل ايه، بتستهزئ بلاعبتها، باللعيبه بتاعتها. انا بلعب في نادي اكس من الانديه، بيطلع او بيحصل ايه، بيحصل ان النادي بتاعي بيستهزئ بيا وبيطلع لي صور وبيطلع لي كذا وبيطلع لي كذا وبيطلع لي كذا. فانا لما لقيت كده الحقيقه عايز اقول لحضراتكم موقف حصل في صفقة المدافع محمود متولي مدافع النادي الأهلي. والموقف ده أنا مصر إن أنا أقوله لحضراتكم على الرغم من إن أنا اتقال لي ما تقولوش، ما تتكلمش فيه. ما تتكلمش فيه خالص لأن دي حاجة خاصة بالنادي الأهلي أو بالكابتن محمود الخطيب تحديدا الحقيقة، ولكن أنا لازم أقول الموقف ده علشان لعيبة مصر والجمهور المصري بالكامل يعرف ماذا يحدث داخل النادي الأهلي، وكيف يعامل النادي الأهلي صفقاته، وكيف يتعامل مع الأندية الكبيرة والأندية الصغيرة والأندية المحترمة. خدوا بالكم من الكلام اللي أنا بقوله ده لأنه كلام مهم جدا جدا جدا. أولا أحكي بس لحضراتكم الموقف. طلب من النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب أن ينتظر على محمود متولي وما يتعاقدش معاه خلال هذا الموسم. طلب من الكابتن محمود الخطيب أن يتم التعاقد مع محمود متولي في شهر واحد اللي جاي. ليه؟ علشان ما نادي الإسماعيلي ما ياخدش فلوس. أنا بقولها لكم بمنتهى الصراحة، لأن محمود متولي في شهر واحد هيبقى فري، وبالتالي نادي الإسماعيلي مش هياخد فلوس. عشان بس حضراتكم أو الناس اللي بتسأل دايما أو الناس اللي دايما عايزه تعرف يعني ايه قيم النادي الاهلي واخلاق النادي الاهلي اللي احنا كلنا بنتعلمها من مجلس ادارتنا،
كابتن محمود الخطيب لما عرف الموضوع ده، عرف، عارفين حضراتكم عمل ايه؟ قال النادي الاسماعيلي له حق في هذا اللاعب، النادي الاسماعيلي هو اللي عمل هذا اللاعب، النادي الاسماعيلي نادي كبير ونادي محترم ونادي يملك مجموعة كبيرة جدا من الجمهور في مصر وله محبينه في كل أنحاء العالم مش في مصر فقط، وبالتالي احنا لن نخسر جمهور النادي الاسماعيلي. احنا كمجلس إدارة نادي الأهلي وكمشرف على الكرة في النادي الأهلي، لا انا هاخد متولي دلوقتي وهدفع فيه الفلوس اللي النادي الاسماعيلي عايز، طبعا بالتفاوض يعني بالكلام، انت عايز 5 لا انا هديك 4 لا 3، قالك انا هتفاوض مع النادي الاسماعيلي وهدفع للنادي الاسماعيلي، لان من حق النادي الاسماعيلي ان هو ياخد فلوس في محمود متولي. هو ده الكلام اللي انا عايز بس اقوله لحضراتكم، وانا عارف الكلام ده مثلا بقالي اسبوعين تقريبا او اكتر شويه، لانه طلب من الكابتن محمود الخطيب، طلب من الكابتن محمود الخطيب ان هو يستنى لغايه شهر 6 او شهر 1 القادم، ولكن احتراما لجمهور النادي الاسماعيلي ولمجلس اداره النادي الاسماعيلي رفض الكابتن محمود الخطيب، وقيم واخلاق النادي الاهلي خلتنا او خلت الكابتن محمود يرفض هذا الموضوع، واصر على ان هو يحصل التفاوض كالعاده بشكل طبيعي. احنا عايزين محمود متولي، وبالتالي محمود متولي هيجي، يبقى احنا عايزين ندفع، النادي الاسماعيلي عايز مثلا 10 جنيه لا احنا هنديله 7، ويتم التفاوض بهذا الشكل. هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر، هو ده الفارق ما بين اخلاق النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي واي حاجه اخرى. وخدوا بالكم الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده انا ما كنتش عايز اقوله، انا قعدت افكر كتير قوي الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، لان انا كنت يعني شفت الموضوع عرفته يعني، فانا عارفه بقالي اسبوعين. تخيل حضرتك ان انت قد ايه، وبيقول لك اصل العلاقه دايما ما بين النادي الاهلي والاسماعيلي مش عارف علاقه ايه، بالعكس بالعكس تماما. النادي الاهلي عندما يصر على شيء عايز محمود متولي كان ممكن جدا يستنى الخمس ست شهور دول، وبعد كده خمس ست شهور ايه هم 5 شهور ويجيبه، ولكن اصرار الكابتن محمود الخطيب على ان يكون هناك منفعه للنادي الاسماعيلي، لان النادي الاسماعيلي نادي كبير وجمهوره محترم، وبالتالي رفض كابتن محمود الخطيب هذا الاقتراح. انا ما حبيتش ان انا اقول لكم هذا الكلام يوم حلقة محمود متولي، لأنه في النهاية كل اللي يهمنا إن احنا نصدر القيم والأخلاق اللي ماشية في النادي الأهلي. وهناك برضو بروتوكول اتعمل ما بين النادي الأهلي والإسماعيلي بسبب أشياء كتير. طبعا عرف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي هذا الموقف من هذا الرجل المحترم كابتن محمود الخطيب، وأنا الحقيقة اتقال لي ما تقولش، ما تتكلمش في الموضوع ده خالص، ومش عايزينك تتكلم في الموضوع ده خالص، لأنه يعني حاجة شخصية أو حاجة تخص النادي الأهلي وإحنا مش عايزين حد يتكلم فيها. ولكن أنا أصريت إن أنا أتكلم. سبحان الله بشوف حد بيعمل حاجة ليست جيدة، لازم أقول لحضراتكم إيه اللي بيحصل من الناحية الجيدة، إيه اللي بيحصل من الناحية الكويسة. هو ده النادي الأهلي، هي دي قيم النادي الأهلي، هي دي أخلاق النادي الأهلي متمثلة في رئيس مجلس إدارته. كل مجلس الإدارة الحقيقة عندما عرض عليهم هذا الموضوع الكل وقف وقال لك لا طبعا النادي الإسماعيلي ده نادي كبير وجماهيرية كبيرة، وبالتالي رفض مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب المشرف عام على كرة القدم إن متولي يجي ببلاش في شهر 1 القادم، وقالوا لا من حق النادي الإسماعيلي إن هو ياخد فلوس، من حق النادي الإسماعيلي إن هو يدعم فريقه، من حق جمهور إسماعيلية إن هم بيحبوا ناديهم، واحنا عايزين النادي الاسماعيلي ينافس على كل الالقاب. مفيش مشكله بالنسبه لنا خالص، كل الاحترام وكل التقدير لكل الانديه، وبالتالي هذه هي طريقه التعامل من مجلس اداره النادي الاهلي ومن الكابتن محمود الخطيب المشرف على كره القدم في اي صفقه هو بيتعامل فيه، في اي صفقه هو بيتعامل فيه. انا بس حبيت اوري لحضراتكم، لان انا اليومين ثلاثه اللي فاتوا بشوف حاجات غريبه جدا، حاجات غريبة أنا ماليش علاقة طبعا، حاجة ما تخصنيش وما تخصش النادي الأهلي، ولكن أنا ماليش علاقة يعني. أنا بشوف حاجات غريبة بتحصل مع لعيبة، اللعيبة دي مهما كانت هي جوه النادي، مثلا يعني مثلا سليف كوليبالي كان مشاركا في أن النادي الأهلي ياخد الدوري ده، لعب الدور الأول بالكامل، ولما مشي كالتيرون أيضا مشي سليف كوليبالي. ماذا حدث من مجلس إدارة النادي الأهلي؟ إيه اللي حصل؟
هل في حد لو اللي احنا عارفينه يعني ان من الممكن جدا ان خلال الفتره القادمه ان يكون هناك حفله كبيره للاحتفال بفريق كره القدم والاحتفال بالفوز بالدوري رقم 41 لاشياء كثيره جدا لما يجي وقتها هنبقى نتكلم فيها، ولكن الاحترام، القيم، المبادئ، الاخلاق. والله يا جماعه انا لما باجي اتكلم كده مش بتكلم وخلاص علشان اقول لكم كلمتين او اقول لحضراتكم كلمتين وخلاص، لا. هل شفتوا ده بيحصل في نادي تاني في انديه العالم اطلاقا؟ قليل جدا يعني، لما بتحصل طبعا ولكن قليل جدا. النادي الاهلي نادي قيم ومبادئ واخلاق، وعشان كده دايما النادي الاهلي لما بيجي يتكلم بيتكلم بمنتهى الاحترام. لما بيخش في صفقه الناس بتبقى مبسوطه ان النادي الاهلي بيخش في صفقه، الناس بتبقى سعيده بان النادي الاهلي بيخش في صفقه. التفاوض ده شيء موجود لازم يحصل. انت عايز اكتر حاجه كنادي بتبيع لعيب، عايز تاخد منه اكتر فلوس، والنادي الاهلي عايز اللاعب وعايز ياخد اقل او يدفع اقل فلوس. ده طبيعي جدا التفاوض، ولكن حقوق الانديه بتوصل لها، حقوق الانديه بيحافظ عليها النادي الاهلي زي ما حصل قبل كاس الامم الافريقيه واللي حضراتكم شفتوه، والنادي الاهلي كان بيحاول ان يحافظ على حقوق كل الانديه ال 18 ال 17 نادي الاخرى، ولكن حصل اللي حصل ولعبنا بعد كاس الامم، والناس كلها دلوقتي جايه تشتكي ان احنا لعبنا بعد كاس الامم، ولكن النادي الاهلي دائما ما بيحاول ان يحافظ على حقوق كل الانديه، لان الانديه دي كلها انديه مصريه، والنادي الاهلي هو كبير الانديه المصريه، وبالتالي الكبير دايما لازم يحاول يحافظ على كل الحقوق. انا بس حبيت اقول لحضراتكم الموضوع ده لانه استفزني جدا الحاجات اللي بتحصل خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا. ربنا يهدي الجميع والامور تعدي على خير. قبل بس ما انتقل الى نجم النهارده محمد مجدي قفشه، هنتكلم معاه في كل شيء. هو النهارده يعني لابس قميص وبنطلون، فانا عشان كده برضو لبست قميص وبنطلون مع محمد مجدي قفشه. محمد من الناس الطيبه جدا، الخلوقه جدا، المحترمين جدا، اللاعب جامد جدا جدا جدا، كل ده قبل ما يجي النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي اختار محمد مجدي قفشه ان هو يكون متواجد معاه خلال الفتره القادمه، ولكن الفتره اللي جايه هتبقى فتره صعبه جدا جدا جدا، المسؤوليه زادت جدا جدا جدا، كل شيء زاد بشكل كبير جدا جدا جدا. عشان كده انا دايما بقول لحضراتكم النادي الاهلي مسؤوليته كبيره، واي لاعب بيوصل للنادي الاهلي دايما بتبقى المسؤوليه الملقاه عليه كلاعب كبيره جدا جدا جدا. طبعا خدنا منكم النهارده، او انا اسف يعني، المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي سمحوا لنا الحقيقه ان احنا نكون موجودين مع حضراتكم على الهواء مباشره لسببين. السبب الاول وجود طبعا محمد مجدي قفشه النهارده معانا، وحابين ان احنا نقدمه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. ثانيا او السبب الثاني ان منظمه الامم المتحده للفنون كرمت النهارده النادي الاهلي تحت شعار النادي القدوه. لسه كنت بحكي لحضراتكم موضوع، انا ما اعرفش لما اطلع بقى هيقولوا لي ايه، ولكن انا الموضوع ده كنت لازم احكيه، لانه منظمة الأمم المتحدة للفنون كرمت النادي الأهلي النهاردة تحت شعار النادي القدوة. تسلم الجائزة المهندس عدلي القيعي، كما كرمت منظمة الأمم المتحدة المهندس عدلي القيعي الأب والقدوة. بعض الصور طبعا من هذا التكريم اللي كان متواجد فيه المهندس عدلي القيعي النهاردة. فحابين بس ان احنا نقول لحضراتكم التكريمات اللي بتحصل للنادي الاهلي ولرموز النادي الاهلي. المهندس عادل القيعي بالنسبه لكل الاهلاويه هو رمز من رموز النادي الاهلي تحت شعار النادي القدوه. عشان كده انا حكيت لحضراتكم الموضوع الاول، عشان كده انا حكيت لحضراتكم الموضوع اللي انا كنت بتكلم مع حضراتكم فيه. و زي ما قلت لكم رموز النادي الاهلي دائما ما بيكونوا قدوه للجميع. النادي الأهلي استلم هذه الجائزة كقدوة، مهندس عدلي القيعي أحد رموز النادي الأهلي، وأحد مش أحد هو أكبر حد بيجيب صفقات ومهندس دائما الصفقات، برضو استلم جائزة أو كرمته منظمة الأمم المتحدة كالأب القدوة. دائما النادي الأهلي ورموزه قدوة للجميع. خلينا نروح للمهندس عدلي القيعي
طبعا مستشار التعاقدات في النادي الاهلي. باشمهندس ازاي حضرتك؟ ازاي كابتن اسلام ومعاك الوافد الجديد مجدي؟ ها احنا لسه هنستقبله بعد قليل يا باشمهندس. لسه ما جاش. طبعا بس اكيد انت قلنا باذن الله يكون اضافه قويه ويحقق كل احلامه واحلام هو. طبعا بينتظر او منتظر ان شاء الله ان احنا نكون معاه بعد قليل، ولكن يعني اولا انا بشكر حضرتك جدا النهارده على اتاحه الفرصه لجمهور النادي الاهلي ان يكون محمد مجدي قفشه متواجدا على شاشه قناه النادي الاهلي من خلال برنامج سهره معه، فده اولا بشكرك عليه. ثانيا منظمه الامم المتحده وتكريمها للنادي الاهلي للفنون طبعا، وتكريمها للنادي الاهلي تحت شعار النادي القدوه، وتكريمها لاحد رموز النادي الاهلي المهندس عدلي القيعي كاب قدوه للجميع. ايه رايك في هذا التكريم يا باشمهندس؟ هو انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. انا فوجئت باتصال تليفوني من حوالي 3 اسابيع. ايوه. دكتور نبيل ابو زيد قال لي انا يعني دكتور نبيل من اليونايتد نيشن واحنا مهتمين بتكريم يعني على هامش ان هم اسمهم يو ان ارتس. يعني للفنون بيكرموا الرموز الفنية، ويعني ابتدوا يهتموا بنموذج الأب القدوة. نعم. ففوجئت يعني إنه بيشرفني إنه اختارني كأحد المكرمين كأب قدوة، يعني على اعتبار في مشوار من المسؤولية الرياضية، وأنا موافقهم إن العمل في الرياضة لابد أن يكون الإنسان قدوة. طبعًا. فطبعا كمان بعد كده قالوا لي والنادي الاهلي له تكريم كالنادي القدوه. فطبعا الفرحه بقت 2، وكانوا في رموز كتيره بتتكرم النهارده في اسكندريه بعد الفنادق الكبرى. ايوه. والحقيقه حفل كان وقور جدا، وفي كلمات وفي، لكن طبعا النادي الاهلي لما بيتواجد بيبقى اهتمام تاني. مظبوط مظبوط. يعني كان في تكريم لبعض الموسيقيين الفنانين الكبار وابناء الكتاب الكبار بالنيابه عنهم اللي رحلوا، ومن الوطن العربي احد كبار الاسماء في الخط العربي اللي عمل الكسوه الشريفه. ايوه. يعني هو حفل معني بتكريم كل شخصيه ابداعيه في مجاله ولها علاقه بالفن، بالاضافه الى انه بيكون بشكل في يعني اب قدوه. ايوه. طبعا هي ده باختصار، وانا بعت شويه صور ارجو انها تكون حطيناها كلها على الهواء مباشره مع حضرتك. انا يعني حظي كويس ان طلعت مرتين استلم جايزتين، يعني جائزه نيابه عن النادي الاهلي، جائزه بالنيابه عن الناس دائما. لما تالي الاهلي القصه كانت طبعا رائعه، يعني استقبلت هذا التكريم كما يليق بالنادي الاهلي. دائما رموز النادي الاهلي يا باشمهندس وحضرتك منهم طبعا، بيتم تكريمهم بشكل او باخر، وسواء بشخصهم او باسم النادي الاهلي، فده طبعا شرف كبير لينا وان احنا نكون متواجدين في وسط مجموعه عمل الحقيقه محترمه زيك وزي بقيه الناس اللي موجوده كلها، كلكم بالنسبه لنا قدوه ورموز بالنسبه للنادي الاهلي، ودي حقيقه ان هم يختاروا المهندس عدلي القيعي احد الرموز واحد بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي، مش عايز أقول أكتر من كده، ولكن بالنسبة على الأقل لكل جمهور النادي الأهلي للمهندس عدلي القيعي قدوة بالنسبة لنا جميعا، وكلنا نفسنا نبقى نصه حتى في طريقته وفي التفاوض وحاجات كتيرة جدا يا باشمهندس. يا كابتن إسلام أشكرك، وأنت كنت واحد من إبداعاتي يعني. لا يعني كنت ده شرف ليا يا باشمهندس. فأنت يعني ابتعدت ورحت الزمالك ولا ما افقد الامل انك تيجي النادي الاهلي. ما انا بقول لحضرتك ده شرف ليا يا باشمهندس طبعا. انت كمان ساعدتني جدا جدا جدا. ايوه. برغبتك العارمه انك تيجي النادي الاهلي. يا فندم ده شرف لينا، مجرد التواجد داخل النادي الاهلي دي حاجه جميله جدا وشرف لينا جميعا، ودائما بنحتفل بحضرتك وبنحتفل بكل رموز النادي الاهلي. فيعني يا باشمهندس لو حضرتك عايز تقول حاجه ثانيه خلينا بقى مش عايزين نسخل على الناس بقى، لان هم نفسهم يشوفوا
ضيفك الجديد الكريم. وبإذن الله يبقى إضافة كما نتمناه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، القدوة والرمز المهندس عدلي القيعي. طبعا ده كلامي، انا بحب جدا المهندس عدلي القيعي وعارف قد ايه هذا الرجل بيتفانى في حبه للنادي الاهلي، ولكن ايضا كلام منظمه الامم المتحده للفنون كرمت المهندس عدلي القيعي في شخصه كاب قدوه، وفي بنيابه عن النادي الاهلي استلم جائزه بنيابه عن النادي الاهلي كالنادي القدوه. زي ما حكيت لكم الموضوع، كابتن خطيب رفض تماما، كان رافض تماما ان انا اتكلم في هذا الموضوع، ولكن انا لازم اقول لحضراتكم استفيدوا من وجود الناس دي، استفيدوا من الرموز اللي موجوده، استفيدوا من الاساطير اللي موجوده، لان بالفعل الناس دي لهم دور كبير جدا 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 في كل حاجه. كان في حاجات كتيره جدا ممكن نتكلم عنها، ولكن الحقيقه انا عارف الناس كلها عماله تبعت لي احنا عايزين مجدي قفشه، عايزين مجدي قفشه. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ننتقل بقى الى كرسي الاعتراف في سهرة مع النجم محمد مجدي قفشة. انا بسمع حكاوي حلوه جدا دلوقتي، اتمنى ان هو يحكيها لكم، يعني انا اتمنى ان هو يحكيها لكم. النجم محمد مجدي قفشه في اول لقاء تلفزيوني بعد توقيعه لنادي الاهلي بعد عناء طويل جدا جدا جدا. هنعرف ايه العناء، وهنعرف ايه اللي حصل خلال وقت طويل جدا، وقد ايه ان النجم اللي قاعد قدام حضراتكم ده قد ايه بيحب النادي الاهلي. انا اتحكى لي كام حاجه دلوقتي كده، بس ان شاء الله يحكيها على الهواء مباشره. ازيك يا قفشه، مشرف ومنور حبيبي يا كابتن. انا سعيد طبعا لما حضرتك، وبشكرك طبعا على الكلام الجميل ده. لا دايما ببقى مبسوط بيك، لانك واحد من اللعيبه المحترمه جدا، ده اولا بره الملعب وجوه الملعب طبعا. الحمد لله يا كابتن، دي حاجه بتبسطني طبعا. مش هتعرف ترقصني خلي بالك لما كنا، بس مش مهم. لا لو حضرتك كان نفسي والله العب مع حضرتك، بس يلا بقى الحمد لله. انا اللي كان نفسي يا قفشه، لكن الحقيقه جمهور النادي الاهلي سعيد جدا بوجودك، واضح جدا من على التعليقات. بعتوا لنا يا جماعه كل اسئله حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه رسميه لقناه النادي الاهلي. هقول لحضراتكم حالا، ابعتوا لنا على في بوست مكتوب تابعوا البث المباشر نجم النادي الاهلي الجديد كابتن مجدي قفشه مع كابتن اسلام الشاطر في سهره مع. ابعتوا لي كل الاسئله اللي حضراتكم عايزينها تسالوها، انا هخلي اخر نص ساعه او ساعه لربع تقريبا ناخدها كلها من اسئله الجمهور، اسئله حضراتكم، لان انتوا الاهم دلوقتي والمسانده اللي شايفينها للنجم محمد مجدي قفشه. وعلى تويتر في هاشتاج اسال محمد مجدي قفشه، حاسس هقرا من هنا شويه وهقرا من هنا، وايضا البث المباشر على اليوتيوب. محمد خليني ابدا معاك من الاول، من الاول خالص خالص. انت الاول انت عندك كام سنه؟ طبعا المعلومات دي عندنا، ولكن الناس عايزه تعرف طبعا. قول لهم كده بطاقه تعارف ما بينك. انا دلوقتي عندي 23 سنه، لسه مكمل 23 سنه في شهر 3 اللي فات. بس فلسه صغير يعني. كبرت يعني؟ لا لسه صغير يا كابتن، لسه قدام العمر ان شاء الله. لسه ربنا يديك الصحه ويديك العمر. 23 سنه، خلال 23 سنه كيف بدات لعب كره القدم؟ وايه هل وانت بتلعب وانت صغير فكرت كده انا ممكن في يوم من الايام العب في النادي ده، في النادي الاهلي؟ بص يا كابتن، انا اقول لحضرتك حاجات انت ممكن حضرتك ما تصدقهاش والناس مش هتصدقها. يعني انا يمكن في كلام كتير قايله لاصحابي، وفي فويسات بعتها لهم. انا الحمد لله وصلت للحلم اللي انا كنت عايزه. والمكان اللي انا فيه دلوقتي ده مش من الفراغ، انا تعبت كتير جدا عشان اوصل هنا، ودي بالنسبه لي زي ما قلت امبارح وانا في النادي الاهلي، دي اسعد لحظه في حياتي. اللي انا بقيت في النادي الاهلي. انا من وانا صغير وانا بقول لاصحابي وقلت لناس كتير، قلت لهم انا ان شاء الله هلعب في النادي الاهلي. وفعلا حققت حلمي، واول تمرين ليا بكره ان شاء الله، يا رب اتمنى كده. حاسك مبسوط وسعيد؟ طبعا. حاسس كده ان انت بالفعل حققت حلمك؟ طبعا يا كابتن، انا مبسوط بالاخص يعني بعيد عن عليا انا، عشان ابويا وامي. يعني انا بعيد عن اهلي كلهم اهلاويه، بس انا ابويا وامي دول
انا ابويا لعيب كوره كبير جدا. لا والله الله بيعرف يلعب كوره بس انا احسن منه. انت احسن. لا لا انا حريف عن ابويا. ابويا كوير بيلعب وواقف كده. هو امنيه حياته ان انا العب في النادي الاهلي والله. والله العظيم وانا اكتر واحد مبسوط عشان خاطر ابويا النهارده. ان هو فعلا من اكتر واحد شفته في حياتي نفسه ان انا العب في النادي الاهلي وانا حققت له اللي هو عايزه. وقف وراك من الاول للاخر. هو ما بيسيبنوش ولا هو ولا امي. هم على طول معايا. خليهم لك على طول معايا واخويا كمان يعني. وبصراحه كل اهلي يعني مش عايز انسى حد اخوالي وعمامي كل اهلي معايا بصراحه حتى اهل بلدي واصحابي كلهم معايا. مش حد فيهم بيشجع كده ما حد غير الاهلي يعني. في عمي زملكاوي. بس امبارح كلمني في التليفون بعد ما خلصت قال لي انا مش عايز اقول حاجه زي كده بس قال لي انا خلاص انا اقسم بالله ما هشجع حد غير النادي الاهلي. وهيلبس تيشيرت الاهلي كمان. خلاص مع انه طول عمره بيشجع نادي الزمالك. نادي الزمالك يعني. وبالتالي كلمك امبارح قال لك كده خلاص هو من دلوقتي او من امبارح اهلاوي خلاص يعني النادي الاهلي زاد واحد. طبعا زاد واحد اثنين هو وابن عمي هو هما الاثنين خلاص. كانوا زملكاويه وبقوا يشجعوا خلاص بقوا اهلي دلوقتي الاهلي الحمد لله يعني. حاجه جميله جدا وزي ما حضراتكم شايفين دايما النادي الاهلي فرحه كده جوانا وجوه كل واحد اهلاوي. كابتن انت حضرتك لو رحت بلدي دلوقتي انت هتشوفني. انا من قنبره. قنبره دي تبع الجيزه طبعا محافظه الجيزه جنب ناهيه جنب ناهيه كابتن محمد ابو تريكه. الله. فبص لو رحت بلدي دلوقتي انت هتشوف فعلا الناس اللي بتحب نادي الاهلي بجد واللي نفسهم يشوفوا قفشه في الاهلي فعلا. والله العظيم قاعدين بيتفرجوا النهارده. انا كنت في مدينه نصر. انا قاعد في مدينه نصر عشان خاطر ما كنت في بيراميدز وانبي وكده فروحت النهارده جيت البلد وجيت على حضرتك هنا على طول. اقسم بالله انا شفت ناس قليله انا ما حيتش اشوف حد يعني روحت قعدت شويه انا كميه الفرحه اللي في الاطفال الصغيره في البلد والناس لما شافتني انا دي بالنسبه لي بالدنيا كلها. لا والله والله العظيم الدرجات دي طبعا. لا الناس عندنا انا عايز تقول لهم ايه؟ قول لهم حاجه دلوقتي وانت اكيد قاعدين بيتفرجوا يعني. طبعا كل الناس قاعده تتفرج. انا عايز اقول لهم يعني انا من غيركم بصراحه ولا حاجه. انا اهل بلدي بالذات يعني بعيد عن مصر كلها الناس اللي بتحبني او في ناس مختلفه اي حاجه انا اهل بلدي دول بالذات طالما بيحبوني انا هفضل مبسوط وهفضل معاهم طول حياتي مش عايز حق. ومهما الدنيا تديني وابقى في حته ثانيه هفضل قاعد في بلدي برضه عمري ما هسيبها. طبعا عمرك ما حسيت كان بره. طبعا قنبره يا كابتن. قنبره 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 خلي بالك. انا اسف يا جماعه معلش مش مني قنبره. الناس في البلد طبعا من فوق ناس طيبه فربنا يا رب يخليني ليهم كده وافضل دايما ابسطهم واخليهم ان شاء الله في اول اجازه ليك ان شاء الله في اول اجازه ليك نعمل معاك لقاء من هناك. طبعا يا كابتن ان شاء الله يعني والله. هنا من خلال القناه من حق الناس تشوف قد ايه الناس بتحب النادي الاهلي طبعا. في كل القرى وفي كل المحافظات وفي كل وبعدين نفتخر بيك برضو والناس تفتخر بيك اكيد فخورين بوجودك داخل. الحمد لله يا كابتن. لا وانت حضرتك لو جيت كمان هتتبسط جدا يعني. طبعا بلد بسيطه وناس ارياف. لا ما انت هتعزمني بقى الحاجه تعزمني على اكله حلوه كده اي حاجه حضرتك عايزها موجوده عندنا في البلد. الحمد لله ربنا يخليك. ده انتوا دايما اصحاب واجب واحسن ناس والله العظيم. ربنا يخليك كلكم يعني حبيبي ربنا يخليك. خليني ابدا برضو معاك من الاول مش هنسى يعني ابدا معاك من الاول. ازاي لعبت كرة قدم؟ انا مش هتكلم معاك بقى كيف ومتى لا انا حتى معاك ايه انا حتى مش هبص انا هبص على اسئلة الجمهور فقط. تمام. في اخر نص ساعة ساعة الا ربع ويعني احنا قدمتوا حضراتكم اول امبارح مع محمود متولي قدمتوا كان معانا محمود متولي الحقيقة من اول امبارح كان ساعتها هو احدث صفقات النادي الاهلي مبارك له طبعا. طبعا فمحمود متولي قعد معايا ساعه وربع تقريبا ساعه ونص فطبعا ترند على تويتر رقم واحد فقلت له بس جمهور الاهلي بيمسي عليك وبيقول لك مساء الفل حاجه كده ايه سريعه جدا فالنهارده مستنيين اسئله حضراتكم كلها على تويتر او هاشتاج اسال محمد مجدي قفشه كل الاسئله اللي حضراتكم نفسكم فيها وكل لو هو ما قالهاش يعني لا كل اللي حضراتكم اي حد هيسال اي حاجه انا موافق عليها ما انت هتحكي اصلا دلوقتي احنا هنقعد نحكي مع بعض احنا خلي بالك احنا اعتبر نفسك مش على الهوا احنا بنحكي مع أنا بعض انا والله يا كابتن انا حتى في طبيعتي انا كتاب مفتوح يعني مش اللي انا بخبي انا مش يعني دايما بقول لاصحابي ودايما بقول حتى ابويا اللي هو يعني اكبر مني بكتير جدا وبتعلم منه واخويا وتملي بقول لهم ما يعني تملي عيش عادي عيش بسيط بالزبط. اضحك وهزر وقابل الناس يضحك والكلام ده كله ان محدش ضامن بكره هيحصل ايه طبعا. بنشوف ناس كتير لعيبه كبيره كتيره جدا بتكمل وعشان هي محترمه وبتبطل السيره بتاعتها هي اللي بتفضل. بص محمد نجيب النهارده مشي رسميا من النادي الاهلي وراح الجونه شوف الناس رفعه السما الحقيقه لانه 8 سنين في النادي الاهلي محمد نجيب واحد من افضل اللاعبين في اي وقت بتلاقيه موجود وعمرنا ما سمعنا عليه كلمه او كده ولا كده ولكن في النهايه هي دي شخصية النادي الأهلي هو ده حب النادي الأهلي. مجدي عايز أسألك برضو لعبت كرة إزاي وفين
وبدات ازاي والوالد كان له دور ازاي. والوالده طبعا دي الام طبعاً يعني كان ليها دور الاساسي. ربنا يخليها لي. بص يا كابتن اول موقف ليا احكي لك مع ابويا. احنا عندنا في البلد ما فيش مركز شباب، في مدرسه بتاعتنا كده مدرسه اعدادي فيها ملعب كنا بنلعب فيه. مدرسه اعدادي هي مدرسه الاعداديه. فاحنا كنا بنلعب فيها، اللعيبه الكبار كانوا بيلعبوا حد وخميس وجمعه. انا رحت يوم تقريبا كان حد او جمعه، المهم انا عايز العب، كنت عندي تقريبا تقريبا كان عندي 11 سنه. كنت لسه ما لعبتش في نادي او تقريبا كنت لسه بادئ في انبي. المهم ابويا هو اللي بيقسم، يعني هو اللي هو الكابتن بتاع يعني الفرقه البلد، فهو اللي بيقسم الفرقه وكده. فالمهم قلت له انا جاي العب، المهم قسم وما حطنيش في فرقه طبعا، يعني انا فاكر الموقف ده ومش هنساه. في واحد حبيبي جدا كابتن فريد حنفي ده من البلد عندي، يعني اخويا الكبير، راح لاني بقى اللي انا زعلت وعيطت وكده عشان ما لعبتش، انا نفسي العب، شفت الناس كلها قاسي قوي ابوك برضه. لا هو مش قاسي، هو بيمشي هو كده يعني. ابويا يعني ابويا صريح ودغري يعني، حتى لو مع مين هو كده ماشي كده. فطبعا انا زعلت بصراحه، فالكابتن فريد ده خدني وقال لي بتعيط ليه؟ قلت له انا عايز العب يا كابتن زي الناس. وساعتها لعبت في اليوم ده، انا كنت احسن لاعب في الفرقه في اليوم ده. انت عارف يا كابتن من اربع او خمس فرقه، فبتفضل ساعتين تقسيم، اللي يكسب ايه يفضل موجود فالمهم فضلت العب وبتاع. من ساعه اليوم ده يا كابتن انا بقيت اصغر لاعب في تاريخ البلد اللي حوالينا، بلعب في دورات وبلعب مع ابويا وبلعب مع الناس الكبيره كلها. او يعني كابتن محروس سامي عندنا في البلد، يعني كان كنت اصغر لاعب في الفرقه، وكنت اروح يلعب كان لازم يلعب معايا. وانت عندك 11 سنه والله العظيم يا كابتن، رحت كده كان لازم، انا كنت باخد اضعف ناس في الملعب. يعني احنا عندنا كابتن اليوم ده بيبقى ايه، يعني بيبقى الناس بتيجي تجري شويه، يوم الجمعه يبقى حد وخميس وجمعه، حد وخميس وجمعه. اوكي في ناس يعني على قدها في الكوره، ناس بسيطه كده، فبتحب تروح تجري بتفك على نفسها، بتلبس الفينه والشورت، والناس تلبس اهلي وناس تلبس وكده، فالناس بتبقى مبسوطه. فتملي كنت يحطوني انا مع الفريق ده، مع يعني الاهلي بقى ولا مع فرقه ثانيه؟ لا كابتن، هم كانوا على طول لابسين الاهلي على كل على طول والله. الاهلي بيلعب الاهلي فعلا والله. اصل ما بيبقاش فيه في تيشرت معين، يعني بيبقى كله براحته، كل واحد يلبس براحته، فكله كان جايب الاهلي بالظبط كده. كان يعني قليل، كان طبعا الله يرحمه، يعني ربنا يمسيه بالخير، عمه مصطفى كامل ربنا يرحمه، طبعا واحد من انضف واحسن الشخصيات اللي انا عرفتها في حياتي. ده كان من الناس الجميله اللي انا عرفتها في حياتي، يعني طبعا ربنا يرحمه. ده كان على طول هو يعني اللي بيلبس تيشيرت الزمالك بس. لكن هو كان من الناس الجميله بصراحه، ربنا يرحمه الله يرحمه. وساعتها بقى بدات العب، وربنا كرمني رحت انبي وعملت اختبارات، رحت مع الكابتن عماشه وداني انبي. من ساعتها بقى بدات مع كابتن عماشه وداك انبي. كابتن عماشه من البراجيل، كان في اختبارات، رحت معاه شهرين نادي النيل، وبعد كده رحت على نادي انبي على طول. حلو جدا. رحت نادي انبي وانت عندك كام سنه؟ 11 و9 شهور تقريبا. ده على طول. يعني الوالد خدك كام ماتش كده وبعد كده سبته. الحمد لله. طيب بعد كده رحت لنادي امبي، بدات تحت 12 سنه مثلا. كنت لسه اول سنه ليا فيه، كنت بلعب فيرود على فكره. فيرود فيرود راس حربه يعني. راس حربه. كنت بلعب، لعبت، كان الكابتن عماشه والكابتن عماد جابر هم المديرين الفنيين. يعني كابتن عماشه مدير فن والكابتن عماد المساعد، فلعبت سنتين معاهم، وبعد كده سابونا وفضلت اكمل في الناشئين لحد 15 سنه و9 شهور. كان الكابتن محمد حلمي ماسك الفريق الاول، صعدت ساعتها فريق الاول ولعبت بقى من ساعتها. كابتن محمد حلمي نجم نادي الزمالك. صعدك بقى من وانت عندك 15 سنه و9 شهور. تلعب في الفريق الاول لنادي امبي. اول ماتش ليا كان ماتش الجونه، انا فاكر كسبنا 4-0. كان في امبي ولا كان في بودر سبورت؟ في امبي. الماتش ده كان عندي 15 سنه و9 شهور تقريبا او 10 شهور. ولكن وانت ماشي في ظل هذه الاجواء دايما بتفكر في النادي الاهلي؟ كان هو ده كان حلمي بصراحه. وكان في اوقات كتير كنت اروح انديه ثانيه كتير في مصر. لكن هو ربنا كاتب لي كده، يمكن عشان خاطر ابويا وخاطر امي وعشان خاطر انا كنت نفسي في حاجه زي كده. فقدرت. انا عايز اقول لحضرتك، انا بكلم ابن عمي استاذ احمد جمال ومحمد، انا شايف في عينهم فرحه، يعني دي بالنسبه لي بالدنيا كلها. هم اهلاويه، فانا ببقى مبسوط بصراحه في حاجه زي كده. فعلا الناس عندي في البلد مبسوطه، فعلا مبسوطه جدا. فدي بالنسبه لي والله العظيم حاجه كبيره جدا. تمام. قبل بس ما نكمل بقى الكلام المهم والخلال الفتره اللي جايه هنتكلم فيه، خلينا نطلع نشوف بطاقه تعارف عملناها لمحمد مجدي قفشه من خلال قناه النادي الاهلي، ونرجع نكمل معاه على طول هيحصل ايه خلال الفتره القادمه. جميل محمد مجدي قفشه، الحقيقه قفشه مش قفشه، قفشه بالالف صح؟ طبعا يا كابتن، كله كاتب قفشه بس هي قفشه. ايه قفشه؟ طب الاول دي ايه موضوع قفشه ده؟ قفشه ده اصله انا انت حكيت لي القصه قبل كده، لكن انا عايزك تحكيها برضو. هي ميزه قفشه دي يا كابتن، احنا عندنا بنحب الحاجات دي. يعني انا لو كنت ممكن بمحمد مجدي كان ما كنتش اطلقت بسرعه وكده، اطلقت بسرعه، لكن قفشه يعني هي مميزه وبتطلقت. لكن هي حاجه كنت انا بفتخر بيها وقلتها قبل كده كتير، وقلت لحضرتك ان انا كنت مع والدتي وكده. فكنت ببيع معاها الفراخ والحاجات دي كلها، فكنت انا اللي بصحى من النوم
وبذبح وكل الكلام ده كله، وعشان كنت بنام بالكوره دايما وبلعب بالكوره وانا صغير. وفي ايديك؟ في ايديا كابتن. انا كنت وانا صغير كنت بمسك الكوره، الناس بتيجي في الشارع تعد لي وانا بنطق بالكوره. فعلا؟ والله العظيم. فالحمد لله. بص يا كابتن، علاقتي كويسه بكل الناس. ما عنديش علاقه وحشه بحد، حتى لو حد وحش انا بكتنبه خالص، ببعد عنه. بحترم جدا اي حد بيحترمني وبيحبني. لو في حد بحس ان هو وحش ببعد عنه. انا ما بغلطش في حد، حتى في الهزار مع اصحابي ما بجيبش سيره ام حد ولا بهزر مع حد باللي انا اقول كلمه مش كويسه او حاجه. تملي ببقى ليه حدود وليه هدف، حتى في الهزار حتى في الكلام مع الناس، يعني عامل لنفسي هدف مع اي حد وحدود. فانا بمشي بدي حاجه وهفضل ماشي بقى طول حياتي يعني ان شاء الله. طيب القفشه، فانت كنت دايما بتقفش الكوره وانا نايم؟ الكوره وانت نايم. تملي بصحى الصبح يعني بذبح لوالدتي الفراخ وكده. فكنت بتساعدها في الفراخ؟ طبعا. طبعا. فكنت بتمسك الفراخ وتذبحها؟ بذبحها. فتذبح وهي تصحى بقى، كانت تبيع وكده بس. ربنا يديها الصحه يا رب، ودايما يا رب تفضل موجوده، ودايما تفتخر بيها، ودايما هي تفتخر بيك. طبعا. والكلام اللي انت بتقوله ده كلام جميل جدا بيمس القلوب. طبعا يا كابتن. يعني اوعى تبقى على طول خليك فخور. لا خالص، انا بتكلم بطبيعتي والله يا كابتن. يعني انا بطبيعتي يعني في اي مكان بتكلم بطبيعتي، ما بتكسفش. بس بحدود برضو يعني، في نفس الوقت ولا بزود ولا بقلل، بس بحدود يعني. بحاول على قد ما اقدر حتى لو اقول حاجه اقولها اللي انا اقولها، ما اكونش بسيء لحد او بضايق حد. لا يعني طبعا. اتملي ببقى بحاول ان انا اقول الكلام الصح او المظبوط عشان ما اضايقش حد تاني. خلي بالك النادي الاهلي بيتعرض للفتره اللي فاتت تحديدا لحاجات كتيره قوي. عمرك شفت كابتن محمود الخطيب؟ لا طبعا. بما انه المشرف على كره القدم يعني في النادي، عمرك شفته طالع وبيقول مثلا انا جايبه على التليفون مثلا وبيرد على حد ولا بيعمل حاجه؟ لا لا لا، ما هو ده انا. عمرك شفت مجلس حد من مجلس اداره النادي الاهلي بيعمل كده؟ لا طبعا. عمرك شفت حد في النادي الاهلي بيطلع الا في توقيتات معينه ومن خلال المتحدث الرسمي؟ انا بتكلم بجد. لو شفت قول. لا والله فعلا دي حقيقه. ما هو كابتن خلي بالك، انت كنت بره فانت ممكن. دي نجاح. الالتزام والصمت ده بيبقى نجاح. يعني اللي انت تسكت واللي انت مش معنى انك ضعيف، بالعكس ده معنى انك ضعيف. معنى انك تبقى ناجح، وانت حضرتك اكتر واحد يعني اكتر مني عارف النادي الاهلي ايه. فلكن مش معنى انك بتسكت ومعنى انك بتحترم حد يبقى انت خايف. لا، هو الصمت نجاح. حتى لو تلاحظ ناس كتير اتكلمت ان الدوري في نادي الزمالك وكل الدوري في الاخر فين؟ في نادي. فالصمت احيانا بيبقى نجاح وفعلا نجاح. وناس كتير قالت لك مجدي قفشه مش في الاهلي. لا كابتن، انا حواري بتاع مش في الاهلي ده حوار طويل. وانا استحملت حاجات كتير عشان خاطر النادي الاهلي، وانا مش طالع مع حضرتك دلوقتي بصراحه عشان اميس على حد او عشان حد. لا خلي بالك الناس عارفه او عشان الناس بتحس. طبعا يا كابتن. وتملي حضرتك لما بتتكلم بطبيعتك او من القلب الناس بتبقى عارفه كل حاجه. برافو عليك. والناس مش الناس دلوقتي يعني الناس فاهمه، الناس بقت عارفه كل حاجه، عارفه مين اللي وحش ومين اللي حلو. بص يا كابتن، انا حصل لي 3 ايام طبعا ما حدش يعرفهم. انا كنت انا بس الاول قبل ما نحكي على الثلاث ايام، 15 سنه و9 شهور كابتن محمد حلمي خدك طلعك على الدرجه الاولى. في نادي امبي اول مباراه جونه كانت وامبي كسب 1-0 بيترو. كنت انا اللي صانع الجون زي ده احمد رفعت. انت اللي عامل الجون؟ احمد رفعت. انت كان ليك احمد رفعت لاعب من الزمالك. لعيب جامد جدا بس طبعا. يعني حظه بقى. المهم دايما كان ليك بتشوط كويس قوي طبعا، ودايما بتجيب اجوان من حتت بعيده سواء مع امبي او مع بيراميدز. مين اللي حطها في دماغك الاول انت بتفضل تشوط كده من بعيد وتعمل من بعيد؟ بص يا كابتن، انا وانا صغير كنت بلعب على طول مع اصحابي ساعات خماس وكده، كانت الناس دايما تقول لي انت رجلك جامده ورجلك كويسه. انا كان عندي واحد صاحبي في البلد على طول يقول لي انت كارلوس. كارلوس والله العظيم في الشوط. انا كمان عندي ابويا مميز في الحته دي. فكنت على طول باخد منه الحاجات اللي هي السينز واللي هو يشوط ازاي، واللي هو يعني انا ابويا كان يعمل الاوفر كده والكروس كان بيعملهم ما شاء الله يعني. وما زلت لحد دلوقتي والله. يعني ابويا ما زال لحد دلوقتي لما بيلعب ما شاء الله ربنا يديله الصحة. رجله زي ما هي يعني، ما بيجريش كتير. بيلعب على الواقف قوي شويه لكن بيباص وبيلعب صح وبيباص. يا حاج مجدي عايزين نعمل ماتش يا حاج مجدي، يعني حاول تشوف لنا ماتش كده ونيجي نلعب عندك في نفس المدرسه اللي هو لعب فيها برضه. دلوقتي الحمد لله بقى في ملعب. في ملعب؟ عملوا ملعب الحمد لله. الحمد لله. نلعب في الملعب بقى يا حاج مجدي. انا بس قفشه لا مش هينفع خلاص، قفشه من بكره انتهى. عايزين نبقى تعمل لنا ماتش كده ونروح نلعب ان شاء الله. كمل بس. لعبت بقى والحمد لله يعني قدرت ان انا اكمل. وكابتن محمد حلمي بصراحه يعني من الناس اللي وقفت جنبي وكان على طول بيتكلم معايا يعني. طيب بعد كده بقى تفتكر اول مكالمه جات لك في حياتك بخصوص النادي الاهلي ولا لا؟ طبعا. مين؟ كابتن علاء ميهوب. كابتن علاء ميهوب قال لك ايه؟ وانا في امبي قال لي ان شاء الله انت موجود معنا في الاهلي السنه الجايه. الكلام ده من قد ايه؟ كنت في شهر 2 تقريبا.
او في شهر 3، كان شهر 1 خلص، وكانت في بدايه السنه بقى كنت مع كابتن ايهاب جلال في انبي. مع كابتن ايهاب جلال يعني السنه دي خدت هداف انبي انا؟ السنه اللي قبل اللي فاتت. السنه اللي قبل اللي فاتت انا لعبت السنه اللي فاتت في بيراميدز، والسنه اللي قبلها كنت في انبي. السنه دي خدت فيها هداف انبي 8 جوال 8 اهداف. كان الكابتن علاء ميهوب هو اول حد كلمك؟ اول حد كلمك. عملت ايه يعني؟ نمت ازاي؟ صحيت ازاي يعني اما كابتن علاء ميهوب يكلمك يقول لك انت معانا السنه الجايه؟ هي دي بصراحه ما يعني ما استوعبتهاش قوي. يعني فضلت كابتن علاء ميهوب كان اعتقد اللجنه الفنيه ساعتها. كان كابتن علاء ميهوب كمان كان مدربي في منتخب مصر الناشئين 95. فهو كلمني بصراحه واتكلم معايا. انا بصراحه يعني انا بحترمه جدا، وفي علاقه بينه وبينه طبعًا. علاقه شخصيه طبعًا. محترمه بصراحه. بس ساعتها بصراحه ما صدقتش، يعني كنت لسه صغير بقى كان حلم العب في نادي الاهلي طبعا، لكن ما كنتش كنت على اساس ان انت كبرت يعني دلوقتي. لا بس قصدي كنت لسه يعني كنت خلاص لسه مدوب. لسه. فبصراحه لما كلمني وكده كنت مبسوط جدا. حتى كنت راكب العربيه مع اصحابي وقلت لهم يا جماعه انا كابتن علاء ميهوب بيكلمني بيقول لي انت معانا في نادي الاهلي. تفتكر مين اللي كان قاعد معاك حواليك يعني؟ كان هما اتنين صحابي، كان علي فوز واحمد يوسف. علي فوز الباك رايت بتاع امبي ويوسف ده صغير 99 ديفندر في امبي. دول اصحابي يعني معايا على طول. قلت لهم هما كانوا معايا في العربيه، فبيقول لي مين؟ قلت لهم ده الكابتن علاء ميهوب بيكلمني بيقول لي انت ان شاء الله معانا السنه الجايه في الاهلي. فقلت لهم يا جماعه هو شكله بيهزر معايا ولا ايه؟ في ايه؟ طب انا ساعتها كان في انديه كتير في مصر مكلماني فبصراحه يعني بعد فتره كلمني تاني كابتن علاء. بعد فتره كلمني تاني. السنه دي اللي رحت فيها بيراميدز بقى في اخر السنه. كلمني، قابلت الكابتن سيد عبد الحفيظ في ماتش والكابتن محمد يوسف قبل كده، سلموا عليه في الماتش يعني اثناء سلمت عليهم. سيد قال لي انت ان شاء الله موجود معانا وبرده كان في ماتش داخليه بيلعبوا هم في انبي عندنا، وقابلت الكابتن سيد برده قال لي انت معانا ان شاء الله. فساعتها بقى ما حصلش نصيب، حصل ظروف ماديه فرحت بيراميدز. فساعتها رحت بيراميدز. رحت بيراميدز خلال موسم. امتى بقى مجدي قفشه فكر في الموضوع مره تانية او حد كلمك تاني من النادي الاهلي؟ انا ما فكرتش، هو كان في دماغي. يعني هو كان في دماغي اللي انا قبل ما اروح بيراميدز اللي انا كان هو رقم واحد الاهلي. يعني بس انا بصراحه يعني حصلت ظروف وصليت استخاره وقلت طب هعمل ايه؟ ما بيراميدز هو اللي مقدم فلوس اكتر لامبي. وساعتها امبي وافق وقال لي احنا مش هنسيبك لحد تاني، هو بيراميدز دافع فلوس اكتر. وساعتها بصراحه الاهلي برده ما يعني ما داسش في الموضوع، في الموضوع. عادي. فما حصلش ايه نصيب يعني. فالمهم رحت خلصت وكده ورحت بيراميدز والسنه خلصت. حصل بقى كلام كتير، حصل الكلام ان انا ابقى موجود في الاهلي، ناس كتير كلمتني. بس مش مسؤولين في النادي الاهلي. كابتن محمد فضل قبل ما فضل قبل ما كان مدير التعاقدات كلمني دلوقتي في الفتره الاخيره، كان بيكلمني الحاج محمد يوسف طبعا. طبعا حبيبي طبعا. وكابتن اسلام وكابتن سيد عبد الحفيظ كلمني. طبعا امير توفيق يعني من الناس اللي بحبها شخصيا بصراحه. جدا امير. وتعب معايا الفتره الاخيره دي. بس والحمد لله حققت حلمي وموجود مع حضرتك دلوقتي. ربنا يخليك. انت موجود داخل النادي الاهلي. طيب قول الو كده، حد عايز يبارك لك. انا ما اعرفش مين والله حتى. الو الو، السلام عليكم. صح. الله، ده ابويا ده. ده الحاج ده. انا ما اعرفش. قالوا لي قول له قفشه يقول الو. لا انا عارف صوت ابويا يعني. اكيد هو طبعا عارف صوت ابويا. ليه صوت خاص كده لوحده. ازيك يا حاج؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك يا حاج؟ منور الشاشه كابتن اسلام. الله يخليك، دي منوره بيك وبابنك الجميل الحقيقه مجدي قفشه. يعني حاج مجدي، اولا هنلعب ماتش امتى؟ انا عايز اجي العب معاك ماتش كده، ينفع ولا؟ لا ان شاء الله هعزمك يا كابتن اسلام. في قريه قنبيره وتنورنا كده انت. ربنا يخليك. هنجيب بس محمد مش هينفع طبعا خلاص، لانه من بكره. طبعا خلاص. لا احنا بقى نجيب الكيل الكبير. احنا ما كبرناش قوي برضه، بس نجيب الجيل الكبير. احنا تخيلنا شويه. بس يعني ماشي تمشي يعني. يعني حاج مجدي محمد وتوقيعه للنادي الاهلي، والحقيقه هو بقاله ربع ساعه ولا ثلث ساعه بيتكلم، كل كلمتين يقول لي ابويا. فمن الواضح ان كان ليك دور كبير جدا في وجود محمد مجدي قفشه داخل النادي الاهلي يا حاج. والله يا كابتن اسامه لك مني في الملعب لغايه دلوقتي. وهو مع على طول كان معايا، انا متابعه على طول. يعني بقى له 12 سنه كده انا متابعه يعني الحمد لله. فانت حلمك ان هو كان يروح النادي الاهلي؟ طبعا كل قنبيره كلها حلمها اللي هو يروح النادي الاهلي. بس بقول لك ايه، هو دلوقتي بيقول لي، بقول له مين احرف انت ولا الحاج؟ قال لي انا احرف منه بكتير. طبعا بقى هو شاب بقى. طبعا طبعا. ازاي؟ الله، بقول لك كده انت الاساس.
انا هسيبك بقى انت وهو تتكلموا مع بعض شويه. ده حقيقي انا مش بكذب عليه. هو عارف ماشي انت عارف اهو انا ما بكذبش يعني. انت عارف انا دغري وعلى طول لما بروح العب يوم الجمعه بلعب معاه عشان ما يزعلش. بتلعب كل جمعه معاه؟ لما بروح العب على طول هم بيلعبوا كل جمعه هو واصحابي في البلد. فتملي بحب العب معاه ما العبش ضده عشان ما يخسرش عشان ما انا ما اكسبوش يعني. اه والله يعني عند اخويا طه. اخويا طه لعيب جامد جدا بقى. لعيب جامد جدا شبه حضرتك اصلا. والله في شبه من حضرتك جدا يعني. بيلعب فين؟ لا ما بيلعبش دلوقتي متجوز وكده. لكن اخويا يحب يلعب ضد ابويا وعلى طول في البيت هم الاثنين واحنا بنلعب. ده انا كسبتك. لا ده انا ما كسبتكش. لا فانا لا انا على طول بلعب مع ابويا قليل جدا لما بلعب ضده يعني. فانت يا حاج كده مبسوط ان هو بيلعب معاك؟ طبعا طبعا طبعا. لما قال لك اتفضل ومبسوطين اكتر لما راح الاهلي والله. ايوه ما انا لسه كنت هسالك دلوقتي. هو محمد اول ما قال لك انا خلاص مضيت في الاهلي والاهلي خلص حسيت بايه يا حاج؟ انا قعدت قدام الشاشه من الساعه 4 للساعه 9 بالليل. من الساعة 4 للساعة 9 اشمعنى؟ عشان اسمع الخبر. عشان تسمع الخبر. انا فعلا من الساعة 4 العصر نزلت من البيت لحد 9 الصبح بالليل لحد ما بصمت. لغاية لما بصمت. كلنا. انا يا كابتن ما بضمنش وما بقولش حاجة غير لما تبقى رسمي 100%. انا ابويا لما كلمني الساعة 9 الا دقيقة قلت له لسه. ما كنتش لسه. انا فعلا انا كده يا كابتن وارد ان يحصل اي حاجة وانا كنت قلقان شوية لان كان في ناس هنتكلم في النقط دي الحاجات دي. اول ما بصمت كده والعلامه الحمراء جت في صباعي انا كلمت ابويا وامي على طول قلت لهم الحمد لله انا رسمي في النادي الاهلي. خلاص يا حاج يعني الساعه 9 اكلمك قال لك انا رسمي في النادي الاهلي. عملت ايه بقى واهلي كومبوره عندك عملوا ايه اول رد فعل؟ والله جبت صواريخ وضربت صواريخ جبتوا الصواريخ وضربتوا صواريخ وكل البلد نغرتت بقى. ما ذبحتش حاجه ولا عملت حاجه؟ ذبحنا النهارده. ذبحنا النهارده. ذبحت النهارده وزعت؟ الحمد لله. دي صدقه دي طبعا. طبعا. ربنا يكرمك يا حاج. انت يعني ونعم التربيه بجد ونعم التربيه يعني. الحمد لله يا كابتن. الحمد لله. وطه جنبك. طيب هات عشان نناغشه شويه. ماشي يا كابتن. ربنا يخليك يا حاج وسعدت ان انا اتكلمت معاك. كابتن اسلام ازي حضرتك؟ ازيك يا طه؟ ازيك يا كابتن عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ اهلي دايما تمام والله فوت الحمد لله. بيقول لك ان انا شبهك ولا انت اللي شبهي؟ ده شرف ليا يا كابتن اسلام والله. حبيبي والله مش بهزر شبهي. طب يبقى تعالى لنا يوم كده نشوف الشبه ده ايه نظامه. باذن الله يا كابتن اسلام ان شاء الله نتقابل قريب باذن الله. يا رب يا حبيبي ربنا يخليك. طه قول لي اهلاوي طبعا باللي انا سمعته ده اكيد اهلاوي. انا عرفت ان عمك بس هو عاشق حسام عاشور. ماله؟ عاشق حسام عاشور. بيعشق حسام عاشور. وكنت بتلعب ايه بقى وانت صغير او يعني لغايه دلوقتي بتلعب ايه؟ والله يا كابتن اسلام انا في اي مكان في الملعب تلاقيني. طب ما لعبتش ليه بقى في ام بي مثلا او ما روحتش نادي او ايه اللي حصل يعني؟ والله ما حصلش نصيبه كابتن اسلام. انا كنت مهتم بالتعليم شويه وكده يعني. كنت انا ضعيف الاول شويه وكنت كل ما اركب مواصلات وكده كان بيحصل لي ظروف فما كانش ينفع ان انا اروح يعني وكده. طب الحمد لله يعني افشل الحمد لله حلنا وحقق احلامنا الحمد لله. طه لما محمد مجدي كلمكم في التليفون وقال لكم ان هو مضى في النادي الاهلي كان احساسك ايه؟ والله كابتن اسلام انا لو قعدت طول حياتي اتكلم عن احساسي ايه مش هقدر اوصف الاحساس اللي عندي. انا فخور جدا بمحمد ومبسوط بيه جدا وبتمنى له دائما يا رب التوفيق ان شاء الله. تفتكر ان شاء الله ربنا هيكرمه ببطولات مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه؟ والله كابتن النادي الاهلي نادي كبير ونادي بطولات ونادي شخصيات جميله وعريقه فالموضوع صعب. طبعا محمد لعيب كبير ان شاء الله وقد التحديات وهو بيحب التحديات جامد. ان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله مع النادي الاهلي. تنصحه بايه يا طه كاخ؟ والله محمد ملتزم جدا. يعني لو عايز تنصحه تقول له ايه؟ انصحه ان شاء الله اللي هو يدوس على نفسه بالتدريب اكتر باذن الله وربنا هيكرمه باذن الله. هو قريب من ربنا وربنا يوفقه ان شاء الله. عايز تقول لي للكابتن طه يا كابتن محمد؟ عايز اقول له تعالى كل جمعه عشان تخسر. لا انا لازم اجي احضر الجمعه اي جمعه من الجمعه دي. بتبقى يوم متعه بصراحه يا كابتن. بنبقى كلنا اصحاب بقى بتبقى في شده بقى واعصاب
يا سلام بقى لو ريعه اتخانق بيبقى يوم عالمي. لا ريعه ده صاحبنا واحد من الناس اللي انا بحبهم جدا بس في الملعب واحد تاني والله. لا انا اخويا وطه بيتخانق برضه. طه في الملعب كده عصبي جدا لكن بره الملعب واحد تاني والله. بس خلي بالك بقى طه عشان لو اي حاجه لو اني في اجازه ولا حاجه ولعب خلي بالكوا على رجله. لا لا مفيش خلاص مفيش الكلام ده خلاص. لا يا كابتن محدش بيخش عليا والله محدش بيخش عليا. والله اصحابي انا حتى ما مارادونا بيسيبوني لوحدي والله العب براحتي يعني. طه انا بشكرك جدا وشكرني الحاج وشكرني الوالده جدا 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 يعني لو جنبكم برضو لو عايزين نسمع صوتها يا ريت لانه تتكسف الوالده سلم لنا عليها يعني. والله كابتن اسلام يا الحاجه مش جنبي دلوقتي. لا يبقى سلم لنا عليها وبوس لنا دماغها وقول لها يعني عرفت تربي يا حاج. ربنا يخليك. بالف شكر يا كابتن اسلام وربنا يخليك يا رب واتمنى لك التوفيق دايما. تشكرينا طه ربنا يخليك. سلم لنا على الحاج جدا يعني أسرة مصرية أصيلة جدا زي ما حضراتكم شايفين بتتكلم بمنتهى من جواك بتتكلم كل اللي جواك. يا طه معانا لسه ولا خلاص؟ ألو؟ لا خلاص شكرا. محمد نرجع تاني بقى كابتن علاء كلمك السنة خلصت كابتن علاء كلمك تاني جه كابتن محمد فضل عندما كان مديرا للتعاقدات في النادي الاهلي اتكلم معاك مره تانية وبعدين بعدين بقى يعني اتكلم معاه امير كلمني واتكلم مع الوكلاء بتوعي عبد الرحمن اسماعيل واسلام شحات كلمهم والدنيا مشيت كويس فتره خلاص يعني من 15 يوم كانت تقريبا الدنيا هتخلص من 15 يوم الدنيا كانت هتخلص. اتكلم بقى 15 يوم دول لان 15 يوم دول مهمين جدا 15 يوم دول بصراحه صعبين جدا بالنسبه لي يعني. انا بص يا كابتن انا ما عنديش مشكله انت مش عايز تمشيني في النادي اقول لي انا اقعد في النادي الناس الناس طلعت اللي انا طلعت وقلت انا اهلاوي في لايف الناس طلعت قالت اللي انا انزل صور بالتيشيرت الاحمر ما عادي دي صوره انا لابس فيها حتى لو انا مثلا قصدي اللي انا لابس تيشيرت احمر عشان خاطر النادي الاهلي بس انا ما طلعتش قلت حاجه انا بلعب في نادي وبحترم النادي اللي انا فيه انا حتى انا لعبت في ام ب 11 سنه عمر ما طلعت قلت اللي انا بشجع نادي الاهلي احتراما للنادي اللي رباني واللي انا لعبت فيه فعملت كده فاتفاجئت بقى كنت بشوف حاجات كده غريبه في التمرين المدرب وقف معايا كلمني بيقول لي انا مش محتاجك معايا فاستغربت قلت له طب ليه وكده مين اللي هو دي سابي هو تقريبا واخد تعليمات تقريبا حاجه زي كده فبصراحه اتكلمت معاه هو بيقول لي انا بتكلم معاك صريح ودغري قلت له لا انا بحب كده تمام فقال لي انا برشح لك انك تروح نادي الزمالك لان انا في لا معلش واحده تاني واحده واحده هو سباستيان دي ساب قال لك انا برشحها هو وقف معايا وكده بيتكلم معايا فقلت له انا لحد دلوقتي معاك في النادي انا ما روحتش اي مكان ماليش دعوه بالسوشيال ميديا وكلام الناس بتقوله انا لسه في النادي اتعامل زي اللعيبه وانا في التمرين لو حسيت ان انا مختلف او مخالف في اي حاجه نفذ عليا اللائحه والكلام ده كله مظبوط قال لي تمام واقتنع بالكلام وكل الكلام ده كله بس هو اتفاجئت بقى بيقول لي انا جايب 3 لعيبه من المنتخب عندي والله يا كابتن بقول لك كل كلمه فعلا قالها لي بالظبط يعني حتى المترجم اللي ترجم ده واحد صديقي وصاحبي جدا في النادي فقال لي انا برشح لك انك تروح نادي الزمالك عشان انا محتاج حد من هناك على ابراهيم حسن فانا رديت عليه بصراحه قلت له اوكي ماشي تمام وسبته ومشيت فطلعت بره الاوضه قعد معايا عمرو بسيوني في الاوضه قال لي انت عايز تروح فين قلت له انا قلت لك مين عمرو بسيوني وكيل في النادي عندنا مدير التعاقدات في بيراميدز فخدني في اوضه كده قعدت معاه بتاع نص ساعه فضلت اتكلم معاه وكده قال لي انا عايزك تروح الزمالك عشان في كذا كذا قلت له بص انا مش رايح غير الاهلي يا اما قاعد قلت له لو مش هروح الاهلي انا قاعد قال لي خلاص اقعد قلت له ماشي انا موافق قعدت اتمرنت باجي مع التمرين الفرقه طلعت معسكر اتفاجئت اسمي مش موجود في المعسكر ولا اتكلمت مع حد ولا سالت انا قبليها كلموني اسلام وعبد الرحمن قالوا لي انت مش في معسكر قلت لهم ولا الهوا عادي وجهه نظر وانا موجود بقيت اروح اتمرن يا كابتن اسلام كل يوم الاقي نفسي رايح اقابل العمال والله يا جماعه فين الناس اللي مفيش مدلج مفيش دكتور جه مره واحده وما جاش 3 ايام مفيش اي حاجه جابوا لنا مدربين من الناشئين مرنوا قلت لهم تمام اتمرنت ولا برضو اتكلمت ولا ما عملت مشاكل رحت التزمت ويقولوا الساعه 1 مرنت مع العمال مش العمال هم بس اللي بيبقوا موجودين 2 3 لعيبه ناشئين بس كنا تقريبا 5 لعيبه او 6 لعيبه ورحنا كنت كل يوم اروح النادي في نفس الميعاد اللي هو يقولوا عليه واللي هم يكتبوه وكنت بروح اخلص تمرين وراح ولا اتكلمت مع حد ولا عملت مع حد لحد ما الدنيا لقيتها ماشيه كويس الناس بتكلمني كتير في النادي الاهلي قلت لهم يا جماعه انا معاكم كابتن سيد عبد الحفيظ كلمني بصراحه
يعني دي المكالمه اللي خلتني برضو اتمسك اكتر اللي انا مش هقعد في بيراميدز اللي انا هروح النادي الاهلي. وساعتها الحمد لله خلصت وكابتن سيد كلمني وامير كلمني والحمد لله خلصت وقدرت ان انا اجي النادي الاهلي يعني. معلش هنرجع تاني لل 15 يوم دول لان انت شفت حاجات. انا عارف اصل الواحد لما بيبقى في الجو ده وفي الحاجات دي بيبقى من جواه كده متضايق. طبعا. لكن انت ما كنتش متضايق لان انت حاسس ان انت هتيجي النادي الاهلي. انا بصراحه يا كابتن كنت بص عندي امل كبير جدا في ربنا اللي انا هروح النادي الاهلي عشان زي ما قلت لحضرتك خاطر ابويا وامي كنت انا حاسسهم وما بسمع صوتهم في التليفون كنت وقرايبي كنت بحس ان الناس كلها نفسها ان انا اروح النادي الاهلي بالظبط. فبصراحه فلما قال لك ديسابر واستاذ عمرو بسيوني قالوا لي احنا بنرشح ليك الزمالك طبعا هم شايفين من وجهه نظرهم ان هم عايزين ابراهيم حسن طبعا دي حاجه تحترم حاجة يعني بس انا برضو ليا رغبه وتحترم هم بصراحه لما قلت لهم لا انا مش ولا قلت اهلي ولا قلت حاجه قلت انا مش لا خلاص انا هقعد معاكم في بيراميدز. فطبعا اتفاجئت اللي فيه فلوس مقسومه مني بالنسبه للمشاركه عشان ماتش طبعا لما قال لي روح الزمالك وهديهم لك لا والله العظيم وفعلا لما جيت الاهلي ما خدتش الفلوس وانا الحمد لله دلوقتي في النادي الاهلي وما خدتش الفلوس بس عادي خلاص انا موافق بس ما حدش هيخصبني على حاجه انا مش عايزها يعني انا اتملي الحاجه اللي بعملها او اللي انا عايزها هي اللي بعملها. لا خلي بالك هو برضو عشان برضو ما نظلمش الناس. لا مش بظلم اكيد حد لا انا مش انت انا بتكلم على الناس اللي بيسمعوا جمهور النادي الاهلي اللي بيسمعك دلوقتي. خلي بالك انت عندك جمهور بالملايين دلوقتي بيسمعك وبيتفرج عليك خمس دقايق بالظبط وهتلاقي نفسك هقول لك دلوقتي بس لما لان انا كل ما بفتح بلاقي 2000 3 زياده 2000 3 زياده على الصفحه وبالتالي اكيد ليهم عايزين هم ابراهيم حسن باي طريقه وبالتالي عايزينك انت بقى وهم هناك اكيد في الزمالك عايزينك فعشان كده هم كانوا عايزين صفقه تبادليه اللي انا اروح هنا وابراهيم يجي هنا فقعدت كلمني ناس كتير وقلت لهم يا جماعه انا بامر الله ان شاء الله مش هلعب غير في الاهلي او اي حد يتمنى يلعب في الزمالك طبعا لكن انا ده كان حلمي وحققت حلم ناس كتير غلابه في بلدنا ناس طيبه جدا كان امنيه حياتهم اللي هم يشوفوني هنا في المكان ده وانا طبعا عارف وشايفهم وحاسس بيهم اللي هم مبسوطين دلوقتي فدي بالنسبه لي بالدنيا كلها. طيب واحنا بنتكلم كده معانا اسلام الشحات وكيل اعمال محمد مجدي قفشه برضه نساله عن اللحظات الصعبه في حياه محمد مجدي قفشه اللحظات الصعبه الاخيره يعني في حياه محمد مجدي قفشه. يا اسلام ازيك؟ كابتن اسلام ازي حضرتك؟ اهلا بيك اهلا وسهلا سعداء طبعا بوجودك معانا وسعداء الحقيقه بمحمد مجدي قفشه ووجوده في النادي الاهلي وبعد شويه هسمعك بقى شويه كلام مكتوب عليه ايه حاجه كده يعني جميله جدا يعني. الاول انا سعيد ان انا مع حضرتك دلوقتي واكيد احنا يعني فخورين جدا بقفشه ووجود دلوقتي في النادي الاهلي ودي حاجه يعني حلم كبير هو بيحلمه من هو فعلا صغير زي ما وضح مع حضرتك هو ووالدي. فأكيد طبعا الفترة اللي فاتت كانت عصيبة جدا خدنا فعلا حوالي اسبوعين فيها شد وجذب وضغوطات اشكال كتير يعني ضغوطات عشان ايه؟ عشان ايه يا اسلام؟ الضغوطات دي كانت عشان ايه؟ شوية كان زي ما هو وضح من شوية مع حضرتك ان كان النادي بيراميدز كان حابب ان يتم الصفقة البدرية مع نادي الزمالك طبعا ده كان بس كان في لعيبه تانية يعني موجوده ولا هو هم عايزين مجدي قفشه؟ لا شو ما هو لو حضرتك طبعا الموسم اللي فات اخر الموسم ما كانش بيشارك بشكل كبير مظبوط يمكن هو خرج شويه من حسابات النادي وفي نفس الوقت احنا كنا قدينا رغبه ان هو يبدا يتحرك لان يعني قفشه طبعا طموحه انه يكون منتخب مصر المشاركه بالنسبه له هي اهم حاجه واحنا كنا شهر يناير اللي فات جبنا له عرض واهتمام كبير من نادي سايبورغ في الدوري الالماني واحد انديه برضه الدوري الاماراتي لكن وقتها كان قفشه بيشارك وكان من عناصر الاساسيه في الفريق وكان مؤثر بشكل كبير طبعا العرض قوبل بالرفض يعني لكن بعد كده لما بدا خفيت تقل شويه طبعا عايزين نتحرك يعني مش يعني هو اشهر عن طريق 20 سنه لسه قدامه وقت كتير ان شاء الله في الملاعب وعايز يكون بيلعب في منتخب مصر هو بيلعب في مركز كمان يمكن الفتره الاخيره في مصر ما فيش قليل برافو عليك صح بالظبط
فطبعا طول ما انا بيعشي مش هيبقى موجود في المنتخب. بس فيمكن الرغبه فين طلاقه يعني النادي خلاص افشل مش موجود في الحسابات بشكل كبير. واحنا عايزين اللاعب يكون موجود في مكان يلعب. طبعا هو رغبته في اللعب النادي الاهلي يعني من فتره كبيره جدا ومن ايام ما كان في نادي انبي طبعا. لكن ما حصلش نصيب وقتها. بعد ما يعني الفتره الاخيره من في معاناه بيراميدز لما مشكلته بدات تقل شويه وحصل بعدها ان احنا زي ما اتحرك ان احنا طلبنا لو مش هيكون موجود بقى الموسم الجاي نشوف مكان كده. فهم خلاص يعني تقريبا بعد كده ما بقاش موجود في الحسابات. وحصل الكلام الفتره الاخيره مع الكابتن مع الحاج محمد يوسف كان متكلم قفشه كان اول حد يعني يتواصل معانا. جه بقى بعد كده لما خلاص بدات تظهر فكره ان خلاص ان شاء الله نادي بيراميدز يقدر يتعامل مع النادي الاهلي ويقدر في انتقالات ما بين الناديين. فبقى عندنا امل اكبر ان شاء الله ان الموضوع يقدر يتم. لكن كانت الرغبه بقى في ان ما فيش حل ما كانش في لعيبه متاحه في نادي بيراميدز تقدر تتحرك بشكل كبير غير قفشه. عشان كده كان مرغوب فيه ان هو يتم بصفقه تبادليه مع نادي الزمالك. فيمكن ده كان الضغط كبير جدا الفتره اللي فاتت. تحملت الضغط ده. يعني هو طبعا اصراره ورغبته طبعا وكمان والده والبلد كلها زي ما وضح لحضرتك. ده كان ليه دور مهم جدا وكمان اصرار النادي الاهلي يعني طبعا. الصور دي بتنزلوها بالتعاون بينكم وبين بعض يعني ولا هو كان بيعمل كده لوحده؟ ده سؤال مفاجئ اهو. الصور اللي كنت بتنزلها اللي فيها بتبقى لابس تيشيرت احمر او كده. كان في صوره قبل كده لابس فيها ابيض والله. يعني كنت صور على انستجرام يعني عادي. كنت منزل مشكله. بس هي جت في وقت ان الاهلي بيتكلم فيه عليا. فالناس خدتها. الناس ربطت ده بالظبط. بس وعملت لايف فالناس قالت ان قفشه طلع قال في اللايف انا اهلاوي يا جماعه واعملوا انتوا اللي عليكم بقى انا مضيت وخلصت كل حاجه. وانت قلت كده؟ انا ما قلتش كده. الناس اللي طلعت قالت كده. بص يا كابتن انا تملي وانا في نادي ايا كان النادي. انت دلوقتي تقدر تقول انت عايزه. بالظبط طبعا طبعا دلوقتي في نادي الاهلي اقول اللي انا عايزه. وانا في انبي يا كابتن قعدت 11 سنين اقسم بالله العظيم عمري ما طلعت يا كابتن قلت جبت سيره نادي تاني. احتراما لنادي انبي يا كابتن ليه فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا نادي انبي هو اللي عمل اسم محمد مجدي قفشه. كبير طبعا. عمري في حياتي ما طلعت وانا في انبي قلت انا بشجع نادي الاهلي او قلت انا بشجع اي نادي تاني. مستحيل يا كابتن. احتراما للناس اللي ربيتني واحتراما للنادي انبي. اتفضل يا اسلام. انا حابب اوضح هذا كابتن ان احنا يعني اكيد فضل. في الفترة وجود اشرف مع نادي بيراميدز احنا كنا محترمين جدا تعاقدنا مع النادي ومحترمين جدا النادي وكل الاشخاص المسؤوله فيه. يعني كل الاخبار اللي كانت بتطلع في المواقع وعلى السوشيال ميديا ما كانش يعني احنا ما كانش لنا علاقه خالص بيها ولا من قريب ولا من بعيد. احنا كنا بنتفاجئ بيها. الصور اللي قفشه بينزلها على الانستجرام صور طبيعيه. طب ما هو في نفس الوقت صور شخصيه نزل صور وهو بيتمرن في النادي مع المدرب في الاحمال في نادي بيراميدز. فكلها كانت حاجات عاديه لكن الناس بتربط طبعا ما بين اللي بيتقال ده على السوشيال ميديا والمواقع اللي احنا ما لناش علاقه بيه اصلا. ايوه. وبالتالي خلصتوا الموضوع ووصل قفشه للنادي الاهلي ومضى. لو عايز تحكي لنا سريعا اللحظات الاخيره بقى اللي هي لغايه الساعه 9. احنا الاول الليله كمان كانت قبل اليوم احنا لحد الساعه 4 الفجر. الساعه 5 الفجر. مكالمات على طول مع كابتن امير توفيق وكمان كابتن طلعت حفيظ تواصل معاه وطمنوا ان الموضوع طبعا طول شويه وكان المفروض يخلص من قبلها بيوم. لكن تعطل في وقت ما كده بشكل مفاجئ. لكن كان الاصرار طبعا وال يعني رغبه قفشه طبعا رغبه النادي الاهلي في ان هو يكون موجود كل ده كان شويه بيدينا حافز ان شاء الله الموضوع هيخلص هيتم. لكن اخر بقى كام ساعه تحديدا واحنا قدام النادي الاهلي وقاعدين في العربيه مستنيين كابتن عميد ياخد كنتوا قاعدين في العربيه ما رضيتوش تخشوا بقى. انا قعدت في العربيه 3 ساعات. كم ساعه؟ 3 ساعات والله. 3 ساعات ابويا بيقول لي انت فين اقول له في العربيه. ما والله قعدت في حته قعدت في العربيه قدام النادي. اصل انت عارف حضرتك نادي الاهلي في مكان كمان يعني يعني دخلت مكان 10 دقايق قلت لا نقعد في العربيه افضل. فطلعت قعدت في العربيه عشان ما حدش يشوفني عشان ابقى ما فيش لسه حاجه رسمي لسه حاجه رسمي فكنت قلقان شويه قلت ابويا كلمني اقول له انا في العربيه.
اول ما اخش النادي الاهلي واخلص هكلمك. هكلمك. صحابي يكلموني اروح مصور لهم العربيه، صور لهم الطريق يا جماعه لسه. اول ما جيت عند النادي الاهلي رحت مصور لهم النادي الاهلي، رحت مصور لهم قلت لهم انا داخل النادي الاهلي. خلاص اول ما الساعه 9 تقريبا الا ربع ساعه اول ما بصمت وخلصت رحت بعت للناس كلها عرفت مصر كلها عرفت. طبعا الحمد لله. اسلام اتفضل. اتفضل يا اسلام. طبعا مضبوطين كمان علشان الوقت ان القيد الافريقي كان اخر الساعه 12 في نفس اليوم. ايوه. فده برضه كان مزود التوتر شويه، احنا عايزين نلحق علشان هو يعني هو اصلا مش قادر يستنى ما يلبس تيشيرت النادي الاهلي ويشارك في اول مباراه رسميه ان شاء الله مع النادي. عنده احلام وطموحات كبير جدا ان هو يرجع ان شاء الله يحقق بطولات كثيره مع النادي ويكون بيكرر هو طبعا والثلاث زمايله الموجودين في الجيل الحالي والفرقه الموجوده دلوقتي قرروا انجازات بقى حضرتك كابتن اسلام والجيل التاريخي ان شاء الله للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. فكنا مضغوطين طبعا اخر ساعتين دول جدا، لكن الحمد لله يعني الامور تمت على خير وهو دلوقتي قافشين فيه. احنا اهو قافشين فيه، قافشين قافشين جامد. واحنا كنا قافشين في الاخر برضه، فالحمد لله الحمد لله ان الامور تمت. انا بشكرك شكرا جزيلا اسلام، ان شاء الله كل التوفيق ليك ولمحمد خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. وصلنا ان انت كنت بتتمرن مع بعض العمال او يعني العمال بس اللي كانوا بيبقوا موجودين واثنين ثلاث لعيبه بس اللي موجودين بتتمرن معاهم، وكانوا جايبين مدرب من الناشئين مدربين بيمرنوا الفرقه بيمرنوا بس وفي وقت غير اللي الفرقه بتتمرن فيه. يعني هما بيتمرنوا 9 الصبح و6 المغرب. حلو. احنا نتمرن الساعه 2 نبقى واحده في النادي في عز الحر. موجودين في النادي ونتمرن الساعه، ولا والله العظيم يا كابتن ولا كلمت واحد ما عندكش مشكله ولا ما فيش مشكله. انا موجود وبتمرن. ما حدش جه في مره قال لي انت ما جيتش التمرين ليه؟ طب روح التمرين. وكنت ملتزم وكنت بستاذن من المدربين اللي هم موجودين بتوع الناشئين، كنت بخش اتمرن في الجيم لوحدي. كنت بجري وبلعب جيم وبخلص انزل التلج وما عنديش اي مشكله. فالحمد لله يعني بس وخلصت كل حاجه واتمرنت وخلصت بقى امبارح الحمد لله. بعد ما خلصت، لا ما احنا عايزين ناخدها واحده واحده لان دي الحته المهمه. اتمرن مع وبعدين ايه اللي حصل يعني الاسبوع بقى اللي قبل؟ احنا كده خلصنا اسبوع، فاضل اسبوع. احنا هنرجع ورا تاني كده. هو الاسبوع بقى كابتن ده اللي كان كله تمرينات، كنت بتمرن مع الفرقه عادي. حلو. مع نادي بيراميدز. مع النادي عادي. في ماتش ودي. فطبعا انا بتمرن كويس وكل حاجه. اتفاجئت في ماتش لعبت شوط، لعبت الشوط الثاني. والطبيعي اللي انا يعني مش الطبيعي اللي انا بقول عليه، الطبيعي اللي انا في الفرقه موجود ان انا العب على الناس اللي موجوده كلها اساسيه، فانا موجود معاهم وفي اللعيبه بتاع المنتخب مش موجوده، فمفيش حد في مكاني. ما فيش مشكله. لعبت الشوط الثاني نزلت عملت ماتش كويس ولعبت الماتش اللي بعديه بقى لما الامور بدات في كلام وفي كتير وانت هتمشي انت مش هتقعد انت رايح انت جاي. اتفاجئت في الماتش الاخير لعبت ربع ساعه تقريبا ماتش ودي. والله يا كابتن زي ما انا بتمرن وبسخن وبقعد على الدكه اضحك واهزر، ولا عمري رحت اتكلمت مع حد قلت له ايه اللي بيحصل معايا ولا الكلام ده خالص. لان انا عارف ان في الوقت ده لو انا قلت حاجه تحسب عليا، وممكن لو قلت حاجه وطلعت كلمه مني كده او كده هياخدوها بحته تانية. طبعا. بس فما رضيتش اتكلم خالص. كان ساعتها موجود الكابتن احمد حسن، اتكلمت معاه كابتن انا عايز امشي وعايز اروح. قال لي استاذ انا مش ضدك، انا معاك في المكان اللي انت عايز تروح فيه والحته اللي انت عايز تروحها انا معاك فيها وانا موافق. قلت له يا كابتن عايز اروح النادي الاهلي. قال لي خلاص انا موافق تروح النادي الاهلي. تاني يوم بالظبط الكابتن احمد مشي، كانش موجود في الاهلي. ما كانش موجود في بيراميدز. بس فما عرفتش بقى اتكلم مع مين. وانا بصراحه يعني في ممدوح عيد وفي عمرو بسوني اللي قلت لحضرتك عليهم دول، يعني ما كنتش بتناقش معاهم خالص ولا اتكلم معاهم، كنت بخلي الاسلام وعبد الرحمن هم اللي يتكلموا معاهم. وانا كنت قاعد بتمرن وبروح البيت واقعد في البيت بس كده. طيب بتمرن وبروح البيت ونكمل برضو بس احنا هنقف هنا وهنكمل تاني عشان بس عشان تفكرنا بس بالكلام ده. بس خلينا نروح نشوف مين اللي عايز يبارك لك. احد الزملاء قول الو. انت بقى انا مش موجود، اعتبرني مش موجود واتكلم انت. الو الو. انا لا لسه قول الو تاني. طيب كمان واحده يا ده رمالي عبد الله بكري. ده رمالي. لا هو مش انا الدرمالي ده. واحد تاني. واحد تاني. بس هو مش هيرضى يقول اسمه. الحق كده. لا مش هيقول اسمه. بس يا كابتن اسلام ازيك يا عبد الله؟ ازيك يا كابتن عامل ايه؟ اخبارك يا حبيبي كله تمام؟ تمام يا كابتن الحمد لله. موسم رائع الحقيقه عبد الله ليك، ويعني نتمنى لك مزيد من التوفيق خلال الفتره اللي جايه. انتقال مجدي محمد مجدي قفشه للنادي الاهلي
وعايزك تقطعني فيه شويه، ما تقعدش تعلي فيه، انا بقول لك اهو قطعني فيه. لا لو لو قطع كابتن يبقى هو غلطان. انا الوحيد اللي كان بيشوط الكره في رجلي واستلمها والله. لا والله والله واساله يا كابتن هو بيلعب ايه، بيشوط الكره ده عبد الله ما شاء الله بيشوط في التمرين 100 كوره في التمرين يعني هو بيلعب مساك وبيشوط 100 واحده. لا 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 هو قفشي طبعا ابارك له، ابارك له في الاول. ايوه ربنا يخليك يا ابو طبعا قفشي من الشخصيات المحترمه جدا جدا يعني الواحد يعرفها في الكوره وفي النادي و يستاهل كل خير، غير ان هو طبعا لعيب جامد لكن على المستوى الشخصي طبعا قفشه يعني حاجه محترمه الواحد يعني الحمد لله مبسوط له وعارف قفشه. وخطوه دي ان شاء الله ربنا يكرمه مع النادي الاهلي كده ويكون اضافه كبيره للنادي الاهلي. وقفشه طبعا هو اصلا لعيب طموح بعيد اللي هو صغير، لا لعيب طموح عنده امكانيات كبيره تساعده اللي هو الفتره الجايه ان شاء الله يبقى اضافه للنادي الاهلي. ويوحشنا ان شاء الله اشوفه بقى تاني قريب. اوعى بس هو داخل عليك ولا لا، انا عايزه يرقصك بقى ويجيب فيك جول. هو بص بقى يا كابتن ثواني يا عبد الله معلش بس عشان انت ما بتقولش الصراحه كده والله. اقول الصراحه سكت، انا كنت عامل عمليه من فتره فرجعت فكنت بنزل التمرين هم كانوا بيخافوا عليا، فاول تمرين رحت واخد عبد الله شمال ورحت مرجعه تاني ورحت حاططها في بطن رجلي. هو يفتكر يا كابتن انت كداب يا فاروق، بيقول لك انت كداب يا فاروق. هات لنا فاروق برضه نسلم عليه. خد يا كابتن فاروق معاك. شكر يا عبد الله جدا ربنا يخليك. اخويا ده يا كابتن فاروق وعبد الله والله من الناس اللي انا بحبها. ازاي حضرتك؟ يا فاروق ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه اخبارك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ بخير والله الحمد لله في نعمة. اولا سعداء ان انت موجود معانا على قناه النادي الاهلي، وسعداء طبعا بعبد الله، ويعني مبسوطين ان انتوا معانا ده اولا. ثانيا ايه رايك في الاستاذ محمد مجدي؟ ما عندوش فكره يا ابو انس. انا بقول كده برضه يا كابتن، ربنا تاب عليا والله ان هو مش في النادي. لا ربنا تاب عليك اصل الدرجه دي كان بيعمل فيك ايه؟ مش لاقي حد ينام معاك. كان بيعمل فيك ايه؟ هو عارف يا كابتن هو كان بيعمل ايه في الاوضه؟ حاجات ما تتقالش يعني ولا ايه؟ عشان بس نبقى فاهمين. كان ممرمطني في ام الاوضه. طب ليه كده طيب؟ طب احكي لنا اللي تقدر تحكيه طبعا وينفع يتقال على الهواء قوله. لا لا يا كابتن والله هو كان اصل انا هو في اوضه واحده طول السنه يعني انا وفاروق مع بعض. اول ما جيت قال لي اخويا يعني. طبعا يا كابتن. لا لا ده اخويا الصغير ده وقفشه من اللعيبه المحترمه ومن اللعيبه الجامده جدا يعني في الدوري الممتاز. اتمنى له طبعا التوفيق مع النادي الاهلي، نادي كبير وهو لعيب كبير يستاهل ان هو يروح النادي الاهلي بصراحه. عدم وجود قفشه من الناحيه الشخصيه بعيدا عن النواحي الفنيه يعني من الناحيه الشخصيه هيفرق معاك يا محمد؟ اكيد طبعا. قفشه كان اخ ليا في النادي هنا وعلى المستوى الشخصي كان على طول بنتكلم مع بعض وكده ويعني كان دايما بيشيرني يعني في اموره الشخصيه وكده، وانا كنت دايما معاه في موضوع النادي الاهلي وكنت بتمنى له طبعا ان هو يروح، والحمد لله ان الموضوع كمان على خير يعني. يعني انت كنت مع محمد مجدي في هذا الموضوع على طول والله يا كابتن. يعني على طول كان عارف كل حاجه يعني كان لان طبعا كان عارف كل التفاصيل تقريبا طبعا من عز اصحابي وكده. يعني انت برضو عامل موسم السنه دي برضو حاجه جميله جدا يا فاروق، يعني نتمنى لك يا رب كل التوفيق. ولو عايز تقول اي حاجه يا مجدي لفاروق. انا بشكره طبعا هو عبد الله، يعني دي حاجه انا مبسوط بيها اللي هم يخشوا معايا مداخله، ومش عارف هيحصل لهم ايه بعد المداخله دي، بس يعني مبسوط جدا. عبد الله اخويا ان شاء الله مش هيحصل لهم حاجه، ده احنا ما اتكلمناش في اي حاجه، احنا بنتكلم بشكل لا شخصي. لا ممكن يكون ممنوع يعني قصدي. وفاروق طبعا انا بشكره، هو واحد من الناس اللي انا استفدت منه كتير طول السنه. يعني كنت انا علاقتي بفاروق يعني اكتر من اخ بصراحه، يعني على طول دايما مع بعض بره الملعب وفي طبعا بره الملعب وجوه الملعب، كنت على طول بايت معاه في الفنادق وكده في الماتشات، يعني واحد من الناس اللي انا كنت بحبه جدا بصراحه. ويا رب دايما اتمنى له السنه دي يتالق كده زي السنه اللي فاتت ويبقى افضل، وعشان ابنه هو لسه من يومين جايب ولد ما شاء الله. يعني اسمه ايه؟ اسمه ايه يا فاروق؟ هو اسمه ياسين. ياسين يا كابتن. بس انا على طول بقول له يا ابو انس يا ابو انس يا جميل. اشمعنى ابو انس؟ هو انا طلعتها عليه. هو بيقول لي انس. على فكره انا ممكن اقول له انت كنت بتعمل ايه في الاوضه؟ طب ليه طيب؟ لو ينفع اقول، لو ينفع اقول مفيش مشكله. لا يا كابتن اسلام بص انا ممكن دلوقتي اقول لك هو كان بيعمل ايه، بس هو عشان حبيبي انا مش لا لا خليني ما اكلمك في التليفون في التليفون او هو هيكلمني بعد الحلقه. شاكرين يا ابو ياسين ونتمنى لك كل التوفيق يا رب خلال الموسم اللي جاي، ودايما متالق سواء مع اي نادي بتروحه الحقيقه دايما بتبقى متالق فيه. شكرا جزيلا يا محمد على وجودك معانا. معانا حد تاني يا جماعه ولا شباب؟ طيب اشكرك جدا يا محمد فاروق وعبد الله
بكري زي ما حضراتكم شايفين. احنا بس حابين نوري لحضراتكم النواحي الشخصية بعيدا عن اي شيء اخر عشان بس ما حدش يفكر في حاجات كتير. احنا بعيدا عن اي شيء اخر انا بتكلم في النواحي الشخصية. وجود محمد مجدي قفشة حاجة يعني. طيب احنا وقفنا عند فين؟ نسيت صح؟ انا ما بنساش بقى. وقفنا عند انت خلاص وبتروح البيت تتمرن وبتروح البيت. بس هو ده اللي كنت بعمله والله. حلو جدا. في مشاكل ولا في اي حاجة؟ من غير اي حاجة ولا اي حاجة. تمام. وقفنا عند بيتمرن وبيروح البيت. فاضل لنا اربع خمس ايام كده هنتكلم فيهم خلال الفترة اللي جاية. وبعد كده بقى هاخد كل اللي انتوا يعني الحفلة اللي حضراتكم عاملينها لمحمد مجدي قفشة. بس نطلع نشوف رأي جمهور النادي الأهلي في وجود محمد قفشة في نادي الأهلي. نرجع نكمل مع حضراتكم. وجود لاعب زي محمد مجدي قفشه جنب صالح جمعه وفي وليد سليمان كمان دلوقتي مستر ريسارت بيلعبوا في نفس المكان دوت هيخلق روح شويه ودافع اكتر عن صالح ان هو يطلع اللي عنده اكتر يثبت نفسه اكتر هيحارب اكتر عشان المكان هيبقى في غيره مستحبه غيره حميده لان هو يحجز مكان في التشكيله الاساسيه. هتلاقي صالح بيموت نفسه في التمرين اكتر في الماتشات اكتر. مجدي قفشه كده كده حدث ولا حرج يعني فكله بيصب في مصلحه الفريق ان شاء الله يعني. اولا مبروك عليه مجيء النادي الاهلي. هو كان المفروض من السنه اللي فاتت ان هو كان ينضم لكن كل طبعا شيء نصيب. والاهلي هيستفيد من الصفقه دي كويس جدا لان هو لاعب مميز جدا من زمان وان شاء الله باذن الله يكون اضافه للاهلي ويسعد الاهلي ويسعد جماهيره ويقدم المردود الطيب ان شاء الله. طبعا ده جميل جدا جدا الحمد لله. وكلمه بقولها له فانيله النادي الاهلي تقيله بس انت قدها وقدود واحنا ان شاء الله مستنيين منك كتير قوي زي الموجودين عندنا في الاهلي. هو طبعا لعب خط وسط ممتاز كان عامل شغل كويس جدا في بيراميدز وهو يعني هيبقى دفعة كبيرة قوي للنادي الأهلي طبعا. وحاجة وجهها له أهلا بيك في الأهلي بيتك التاني من نجاح لنجاح وأكيد في تألق. هو لعيب حلو ما شاء الله يعني شفته في الماتش بتاعنا مع بيراميدز كان حلو وشفت معظم شفته مع بيراميدز إن شاء الله يقدر يظبط لنا نص الملعب ويساعدنا شوية إن احنا نصنع هجمات أكتر يساعد الهجوم يرجع في الدفاع كده يعني. هو محمد مجدي قفشه لاعب ممتاز وقدم موسم رائع مع نادي بيراميدز وان شاء الله الاهلي يحتاج لاعب زي محمد مجدي قفشه في نص الملعب وربنا يوفقه رب الفتره الجايه في بطوله افريقيا وان شاء الله رب يقدم موسم جيد مع النادي الاهلي وربنا يوفقه ويتمنى التوفيق. هو لاعب كبير قوي طبعا معروف من نادي بيراميدز ودلوقتي فيه دور كبير عليه انه مكان كابتن حسام عاشور فلازم بقى ضغط كله بقى عليه فلازم يستحمل بقى الضغوطات اللي بقى عليه ولازم بقى وعارف مكانة النادي الاهلي والبطولات والامكانيات وربنا يكرمهم ويثبت بقى في مكانه. طبعا محمد مجدي قفشه طبعا من افضل لاعيبه في صانع الالعاب في مصر واذا لما يكون احسنهم دلوقتي في الفتره ديت حاليا بعد عبد الله سعيد طبعا فحاليا مجدي قفشه هيفرق كتير مع النادي الاهلي وبالذات في المركز ده لان ده نحتاج مثلا لاعب تقيل في يمسك كوره في صانع الالعاب بيفرق معانا برده في الهجوم هيثبت كفاءه كتيره في الفتره اللي جايه ومعانا دلوقتي محمد مجدي قفشه يعني من الصفقات التقيله اللي اصلا كان الاهلي المفروض ياخدها مثلا من كام سنه ورا بس هي جه في الوقت المناسب دلوقتي كابتن الخطيب جابه لنا فهيفرق معنا الفترة الجاية إن شاء الله وحقق بطولات كتير مع النادي الأهلي إن شاء الله يعني. لا هو لاعب كويس طبعا وموهوب وهيفيد النادي الأهلي كتير إن شاء الله لأن الأهلي محتاج واحد زي محمد قفشة. هو لاعب إضافة للنادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله يكون إضافة كويسة وإن شاء الله بإذن الله من خلاله يكون متواجد من خلال وجوده في النادي الأهلي يكون متواجد إن شاء الله بإذن الله في منتخب مصر ويفرق إن شاء الله بإذن الله مع منتخب مصر يعني كده ويعد أمجاد منتخب مصر إن شاء الله بإذن الله. وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله هو لعيبه السنه دي واهم حاجه افريقيا ان شاء الله باذن الله افريقيا 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 ان شاء الله باذن الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ده كان راي جمهور النادي الاهلي في محمد مجدي قفشه. ايه رايك في الكلام اللي اتقالك؟ بصراحه كلام جميل وكلام حلو قاعد مركز هو خلي بالكم بالاخص كلام
يعني في واحده يعني زي والدتي اتكلمت كلام كويس, تيشيرت النادي الاهلي تقيل, ان شاء الله اكون قده, واوعدها يعني من خلال حضرتك ان شاء الله هكون قده وهقدر احقق حاجه كويسه في النادي الاهلي ان شاء الله. ده بيتسجل الكلام ده كله طبعا طبعا. احنا هنا احنا بنطلع عيب وبننتقد كل اللاعبين اللي في حاجه وحشه. انا عارف طبعا وانا موافق يا جدع. انا بوعدها ان شاء الله اكون قد التيشيرت واقدر اسعد الجمهور النادي الاهلي كله ان شاء الله. ان شاء الله الاربع ايام بقى الاخيره عشان الجمهور, الاربع ايام الاخيره دول حصل فيهم حاجات كتير قوي كتير قوي. كان في قله نوم بقى ومفيش نوم وفي تليفونات وفي بس انا كنت دايما يعني بتكلم. تليفونات من مين؟ من انديه كتير والله يا كابتن. يعني في انديه مصريه ولا خليجيه؟ اه مصريه. لا انا لو في حاجه بره على طول بخلي يعني اسلام وعبد الرحمن هو اللي يتكلموا كده. كان في فلوس كتير والله يا كابتن جدا, لكن انا لا يعني معلش يعني انديه مصريه عرضت عليك فلوس كتير علشان عشان ايه؟ علشان اروح يعني عشان تروح النادي نادي اكس مثلا. فكنت على دايما كان هم نقول نادي ايه؟ لا لا بس خلينا نقول نادي زد مثلا نادي اكس. فكنت دايما هم بيجي يقولوا له يا جماعه بلاش, انا خلاص خدت القرار وانا حاسس ان ربنا هيوديني المكان ده فانا موجود وان شاء الله هروح. ففضلت الثلاث اربع ايام دول كلام من تليفونات بقى من مسؤولين ولا من لا ناس؟ لا من ناس تقيله جدا. ناس مسؤولين يعني طبعا طبعا ناس كبيره جدا. وكمان حتى يعني انا امبارح خلصت في النادي الاهلي, امبارح قبل ما اخش نادي الاهلي انا جيت تليفون للوكيل بتاعي وكان الوكيل وكان في حاجات غريبه كده بسمعها, فلوس كتير وحاجات. طبعا خلاص انا كنت كان النادي ايه قرار مش مهم بقى يا كابتن عشان برده مش عايز اجيب نادي زد مش اكس ماشي زد. فناس كتير كلمتني بصراحه وخلاص انا كنت واخد القرار. اتعرض عليك ايه بقى محمد من لما جال وكيلك قبل دخولك النادي الاهلي اتعرض عليك ايه؟ قال لك ايه اللي اتقال لك؟ عفوا اتقال لك ايه؟ اتقال لك هنديك مبالغ كبيره عشان تسيب الاهلي ولا عشان تيجي النادي الاخر؟ لا هو بصراحه كابتن ما كانوش بيجيبوا سيره النادي الاهلي كويس, كويس جدا. لكن كان هم محتاجيني معاهم وبصراحه يعني الناس قعدوا معاهم قالوا لهم على فلوس كتير وهم وافقوا على كل حاجه على كل شروطك كل اللي انت الشروط عايزها تقريبا وافقوا عليها. بتبيع بيع غناوه يعني عارف اللي بيبيع بيع غناوه فبتلاقي الناس كلها موافقه بالظبط. فاي حاجه كان الوكيل يقول عليها مثلا موافقين والكلام ده كله لكن انا كنت حاسس ان انا هرتاح اكتر في نادي الاهلي حاجه الأهل. انا بحبها والناس كلها ممكن تقول المبالغ اللي عرضت اخر اكبر مبلغ عرض عليك يا كابتن؟ انا مش عايز اقول المبالغ دي عشان مش بس انا اخر مره يعني من 3 ايام حد كلمني والله العظيم وبعت له اللوكيشن بتاع البيت عندي عشان يجي يقعد معايا. هو واحد صاحبي فبقول له انا جايب لك واحد وجايب شنطه فلوس معاه وكده فيها 10 مليون جنيه. ده بجد؟ والله. ف حد منين؟ من نادي جوه مصر؟ في جوه مصر. وهديك 10 مليون في ايدك وفي فلوس هنا. قلت له طب تعالى انا بعت لك ايه اللوكيشن وديته على فين؟ انا عارف اللي هو مش هيجي انا عارف بس انا اصل هو صاحبي ففي حد تابعه. المهم بعت له اللوكيشن وبتاع قال لي طب ابعت لي اللوكيشن. قلت له والله بعته لك ومستنيك انا ومعايا الوكيل بتاعي ومستنيك تيجي جاري عشان لو اتاخرت انا هروح فين؟ روح نادي الاهلي خلاص. المهم راح مكلمني قال لي معلش انا مش جاي. قلت له ما انا عارف والله العظيم. لا كنت وبس في فيها حاجات جت بجد وفي ناس كلمت فعلا والله العظيم يا كابتن قبل ما اخش النادي الاهلي اللي هو امبارح في فعلا ناس كلمت الوكيل بتاعي وكانوا عايزيني ويعني الحمد لله اللي انا بقيت في نادي الاهلي يعني مش في تفاصيل ثانيه مش عايز اتكلم فيها بس اللي تقدر تقوله للناس اصل مهم. ليه؟ لان الناس محتاجه تعرف ايه التفاصيل. ليه؟ معلش مع احترامي وجودك في النادي الاهلي انا اسف يعني طبعا او ده الطبيعي ان هو شرف ليك ان انت تبقى موجود في النادي الاهلي طبعا. ولكن الناس لازم تعرف برضو ان قد ايه انت ضحيت علشان بحاجات سيبك من الفلوس اصل الفلوس بتروح وتيجي وبعدين جوه النادي الاهلي مع احترامي لكل الانديه كل الانديه فوق دماغنا وكل الانديه اصدقائنا واصحابنا ولكن دايما الدوري اقرب للاهلي البطوله الافريقيه صح. اقرب للاهلي دايما في مكافئات وفي ماتشات دايما في حاجات دي كلها هتعوض لكن انا بتكلم في التفاصيل دي عشان الناس عشان انا عايز اقرا لك كلام الناس كمان يعني شويه كده وهقرا لك قد ايه الناس بتحبك وقد ايه الناس مستنياك وقد ايه الناس كانت لانها عرفت ثلاث ارباع التفاصيل فاحنا عايزين نحكي الربع اللي فاضل. بص يا كابتن كان في ناس كتير بتكلمني بس انا كنت بحاول على قد ما اقدر يعني انا ما بردش على ارقام اي رقم بيرن عليا برد لو رقم انا مسيفه عندي على التليفون فبرد عليه فكنت دايما اخلي عبد الرحمن صاحبي هو اللي يرد ويعرف فكان في وكلاء بيكلموني كتير اسامي كبيره جدا يعني انا اتفاجئت ان هم بيكلموني عشان يخلصوني في انديه تانية فانا ما كنتش برد ولما رديت على حد قبل كده قلت له معلش انا ان شاء الله العب في النادي الاهلي
ده كان ردك دائما يعني. اه كنت ده الوكيل اللي هو كلمني وقال لي على الفلوس والكلام ده كله. قلت له ان شاء الله في النادي الاهلي. بس ف لغايه اللي هي المكالمه بتاعه امبارح دي كانت المسؤول داخل احد الانديه الكبيره. بس فالحمد لله يعني. واول امبارح كمان يعني امير كلمنا امير توفيق قال لي مبروك اول امبارح. فانا رحت داخل صحابي قاعدين في الكافيه جنبي كده جنب البيت. قلت لهم يا جماعه امير كلمني بيقول لي مبروك. انا هنعمل ايه؟ انا مش مصدق. وانا بتكلم وبضحك يعني بصراحه عايز يخلص بسرعه وفي نفس الوقت قلقان يحصل حاجه تانية. يحصل حاجه فالمهم فضلت قاعد. قال لك الساعه 12 بالليل اول امبارح هتخلص. ما خلصتش الساعه 4 يا كابتن. الساعه 5 الفجر قاعدين مفيش حاجه خلصت. نمت بقى وصحيت يا جماعه مفيش حاجه يا جماعه لسه. امير كلمني قال لي الساعه 4:30 تقابلني في التجمع. امير توفيق الساعه 4:30 تقابلني في التجمع. الساعه 4:10 كلمني قال لي هقابلك عند النادي الاهلي. فطبعا انا عامل حسابي التجمع جنب التجمع جنب مدينه نصر. فالمسافه قريبه 10 دقائق ربع ساعه. فعامل حسابي لسه ما لبستش وكده. فقال لي ايه هنتقابل فين؟ عند النادي الاهلي. رحت لابس ورحت له هناك. فضلت قاعد من الساعه تقريبا 4:30 تقريبا لحد الساعه 9 بالليل في العربيه مستني معاه. كان امير توفيق مع عمرو بسيوني بتاع بيراميدز والاستغنى في اتحاد الكوره. دخلنا النادي الاهلي طلعنا تاني رحنا اتحاد الكوره جبنا الاستغنى. بعد كده استنينا الناس بتصور العقودات والناس ترد علينا لحد ما الحمد لله دخلت النادي الاهلي امبارح. دخلت النادي الاهلي بصمت وشفت ناس جميله بصراحه هناك. وشفت حاجات يعني كنت اتمنى اشوفها من بدري. بس مشيت في النادي وشفت الكؤوس وشفت طبعاً البطولات وشفت صور او تماثيل الاساطير وتماثيل الشهود. احنا كنا بالليل فشفنا حاجات معينه بس. دخلت دولاب البطولات يعني حاجه ما شاء الله جميله ويا رب ان شاء الله يكون اسمي موجود في البطولات دي في الفتره اللي جايه واقدر احقق بطولات النادي الاهلي. عشان انا امنيه حياتي اسمي يتحط في تاريخ النادي الاهلي وان شاء الله احقق حاجه زي كده باذن الله ان شاء الله. قفشه طيب خليني اقرا لك بقى شويه حاجات من الحاجات اللي مبعوثه لك على خلينا نبدا بالفيسبوك. الفيسبوك اهم يعني لازم نبدا بيه. مجدي تركي بيقول لك نورت بيتك نتمنى لك التوفيق وان تزين مسيرتك بالبطولات زي ما بتقول. ده وقتي نورت الاهلي ويا رب تتالق معانا. ما هي ملابسات التعاقد معاك والصعوبات التي واجهتها؟ اعتقد ان هو شرح كتير قوي منها. في حاجات تانية من الصعب ان احنا نتكلم فيها. في اي مراكز تحب ان تلعب وفي اي مركز ممكن تجيد فيه ورقمك كام في الاهلي؟ لا لسه ما اعرفش رقم ده مين. مدحت الكومي لسه ما اعرفش رقم كام في الاهلي. لكن انا افضل مكان بحب العب فيه رقم 10 طبعا. يعني بحب العب تحت راس الحرب ده افضل مكان. لكن بلعب 8 ولعبت 6 قبل كده مع كابتن ايهاب جلال. ما عنديش مشكله والله. والله يعني لعبت 6 دي لعبت 6 دي مع كابتن ايهاب جلال. انت عارف كابتن ايهاب بيحب يبدا اللعب من ورا فانا كنت على طول اللي ببدا اللعب انا ورامي صبري وصلاح سليمان. فكنت دايما بلعب 6 مع 8 و6 ده اللي هو حسام عاشور وعمرو السوليه مثلا. يعني لو بلعب 6 حسام عاشور لو بلعب 8 عمرو السوليه فده بتلعب هنا بقى. بلعب لا ما عنديش مشكله. لكن انا حب بالنسبه لي 10 طبعا 10 انا اللي هو صالح جمعه. انا بجيد بحب اتحرك كتير بحب ابقى فري بحب ابقى حر بحب اروح العب شمال العب يمين اكمل في ال 18 استلم من القلب استلم ورا الديفندرات. انا بحب ابقى فري يعني ما ببقى فري ببقى مرتاح اكتر. وبتشوت كتير طبعا. طيب انت عارف ان انت داخل على منافسه قويه جدا. قبل ما نبص بقى الرقم التيشيرت لسه ما عارفش. هو طبعا اعتقد بكره مش عارف بس بكره هعرف ان شاء الله. بكره عايز نفسك تلبس رقم كام؟ انا نفسي في رقم بس في احمد الشيخ لابس. يعني انا اتمنى ان البس 22 يعني 22 طبعا. ابو تريكة طبعا. اشمعنى ابو تريكة؟ واحد من افضل واحسن اللعيبه اللي انا شفتها في حياتي. يعني هو مثلي الاعلى تقريبا او مش تقريبا مثلي الاعلى طول حياتي. من وانا صغير وانا بقول لاصحابي كده بقول لهم اتفرجوا على ابو تريكة وهو بيتكلم في التلفزيون او هو بيلعب شوفوا ابتسامته. انا دي بالنسبه لي بالدنيا كلها والله. انا بحب البني ادم البسيط ده فهو في الحته دي بصراحه. هو يعني انا هو مثلي الاعلى وبحبه جدا وبحترمه وانا على علاقه شخصيه باخوه طبعا. اخوه ساكن جنبك انتوا بتلعبوا عرفت ان انتوا كنتوا بتلعبوا في ناهيه مع بعض في ناهيه. اخوه محمود صاحبي جدا يعني فانا اتمنى ان انا ابقى احقق بس جزء بسيط زي الكابتن محمد ابو تريكة. انا اتمنى لك طبعا. ابو تريكة نجم كبير والكل طبعاً بيحبه. انا شخصيا تشرفت ان انا العب مع نجم زي محمد ابو تريكة وشخصيه محترمه جدا جدا بصراحه. فابو تريكة هو مثلك الاعلى طبعا محليا وعالميا. عالميا يعني ما فيش حد مميز قوي. لكن انا بعشق رونالدو طبعا بس مش زيه يعني مش هو مثلي الاعلى.
عشان هو مختلف وطبعا غيري خالص. يعني انا بحب رونالدو لكن انا بعشق هازارد. هازارد طبعا شبهك. ناس كتير بتشبهني بيه يعني حتى في طريقه اللعب وستايلي وكده يعني، فانا بعشق هازارد. تمام. احمد ابو عرب بيقول في اي مركز بتحب تلعب واي مراكز ممكن تجيد فيها؟ قال سامي الليسي بيقول انسان بسيط ومش متصنع، ربنا يحميك وتكون امتداد لجيل عظيم في الاهلي. محمد عبده فوده بيقول دمياط كلها فرحانه بك يا كابتن اسلام وتحياتي لقفشه واتمنى لك التوفيق والتالق في نادينا العظيم. محمد عبده يعني حاجات كتير قوي يا جماعه. سميره محمد تقول اهلا بيك في بيتك واللي يشترينا نشيله فوق راسنا. عماد فريد بيقول لعيب بشوش وعنده ثقة مستنيين منه كتير. أبو تريكة قتل الأهلي 26 سنة ولكن أفشة ده مصطفى عز وأفشة 23 سنة، المجد والتاريخ فاتحين أبوابهم على مصراعيها لنجم مصر القادم بسرعة صاروخ محمد مجدي أفشة. التوفيق وتقديم أي لاعب لنفسه بيكون في الملعب وأنا مستنيك تقدم نفسك مع الفرقة. ده محمد حيدر. مبسوط جدا بوجودك في النادي، روح في نادي الروح، ربنا يكرمك. بس اهم حاجه لازم تفتكر انك بتلعب للاهلي، لازم تضحي بحياتك من اجله. ده دي مها عاشور. احمد الدولي بيقول قاعد بتفرج على الحلقه مبسوط بكل حاجه فيها، أفشة لاعب طيب وتلقائي في كلامه. بصراحه كلامك مظبوط 100%. مش متصنع وما بيغيرش من لهجته الفلاحي، وحتى لما بيتسأل ليه اسمه أفشة بيتكلم عادي، وحتى هو بيتكلم مع أبوه في التليفون بيقول له يابا، ما بيجملش الكلام. فعلا واضح ان احمد يعني. عمر جمعه بيقول السلام عليكم. مركز يعني الناس تاخد بالها من كل حاجه، عشان كده بقول لك بسم الله ما شاء الله، يعني الدنيا رايحه في حته تانية. السلام عليكم، ازيك كابتن اسلام ومنور الدنيا كابتن مجدي، اهلا بيك. خلي بالكوا احنا عندنا اتنين مجدي، كابتن مجدي الكبير الحاج الكبير الله يديله الصحه، وكابتن محمد مجدي. فمحمد مجدي عشان بيزعلوا مع بعض في البيت. طيب يعني طبعا اسئله كتيره جدا يا محمد من او يعني تعليقات، خلينا نقول تعليقات كتيره جدا على الفيسبوك، لكن خلينا بقى نروح برضو شويه للتويتر نشوف الاخبار التويتر ايه. اوبا انت تويتر بقيت نمره واحد خلاص. يعني هو برضو بيمسوا عليك قبل ما ننقل الحلقه بربع ساعه تلت ساعه. برضو جمهور الاهلي كده ايه بيحب دايما، جمهور الاهلي يحب ايه؟ يحب يعمل حاجات بسيطه كده يعرف بيها الشخص اللي قدامه قد ايه احنا لما بنحب حد نفضل واقفين جنبه. في ثانيه طبعا الامور بتختلف. خلينا ناخد شويه من تويتر بما اننا بقينا نمره واحد على تويتر، مش عارف على الفيسبوك ايه، بس يعني ده كتير قوي يا جماعه. طبعا انا هسال ازاي كل الاسئله دي يعني. سلام ليك يا كابتن اسلام، مبروك عليك. ده كريم حلمي، مبروك عليك عليك الاهلي يا قفشه. مش هتكلم على فنياتك لان مصر كلها عارفاها، انت من اللعيبه القليلين اللي شكل الاهلي بتمنى لك التوفيق وتكون اضافه قويه باذن الله. ميزو نصيحه وليس سؤال، اتفضل. حافظ على طاعه الله، حافظ على رضاء الوالدين، حافظ على تركيزك في التدريب، حافظ على حب الجماهير اللي دخلت قلوبها بسرعه، ربنا يوفقك ويكرمك وتحقق كل البطولات مع الكيان. ده ميزو. نيوستاس بتقول او بيقول حاسس انك هتتاقلم مع كابتن سعد سمير نفس الشخصيه. تحب الهزار انت والضحك والكلام ده جدا. وسعد سعد حبيبي يعني، سعد انا اعرفه شخصيا والله. سعد حبيبي يعني. مين اقرب اللاعبين؟ ما تقوليش حد يعني، ما تقوليش كلهم الكلام اللي احنا عارفينه. او انا يعني علاقتي باللعيبه عادي اللي هو في الملعب وكده، بس في لعيبه معينه يعني. انا رمضان صبحي لعبت معاه هو محمد هاني وندفد في المنتخب وناصر ماهر، لكن اقرب واحد ليا في النادي او اتنين حمدي فتحي طبعا كان معايا في ام بي، وصلاح محسن. في محمد شريف يعني، بس علاقتي الحمد لله بالناس كلها كويسه زي ما قلت لحضرتك. حتى لما كنت بقابلهم في ماتش او حاجه بسلم على الناس بطريقه كويسه، بحترمهم، بنضحك في وش بعض. فدي بالنسبه لي. ما شفتش لسارتي لسه لغايه دلوقتي؟ لا لسه هيبقى بكره ولا كابتن سيد؟ لا ما شفتش برضو كابتن، برضو بكره. بكره ان شاء الله. بكره خلي بالك. ان شاء الله. لكن انت داخل تمرينك قبل تمرينك وتعرف النظام يعني. لا ما تقلقش، بتيجي متاخر اول يوم انت خلاص من بكره مش هتلاقي الضحك والهزار ده كله. لا انا عامه انا بحب الالتزام يعني. يعني بكره هتلاقي سعد بيقول لك ايه؟ ها؟ الساعة كام؟ هيسلم عليك ويتبسط وتخش وتتبسط، ولكن هيقول لك الساعة كام؟ صح. لا أنا بحب كده يا كابتن، ده الصح. نيسو بتقول لك حقيقي ضحكتك جميلة ووشك بشوش وحياتك بسيطة
واللي يشتري الاهلي نشتريه ونحطه في عينينا. اتمنى تكون وشك جميل على النادي وتقدر تجيبه بطوله افريقيا. ايمن سمير بيقول يا كابتن افريقيا يا كابتن خد بالك ان شاء الله يا كابتن. مينا بيقول لك منتظرك يا نجم وان شاء الله تبقى قد المسؤوليه وترجعوا لنا افريقيا وشيء جميل ان يبقى مثلك الاعلى ابو تريكه. ما انا بقول لك كل حاجه هنا وقتي تلاقي كل حاجه وقت يا كابتن. وفي حد يتمنى يبقى زي كابتن محمد زيك؟ اي حد يتمنى يبقى زي اي حد طبعا من الناحيه الفنيه طبعا طبعا. الدولي بيقول خليك قد التيشيرت اللي هتلعب بيه وربنا يوفقك كل الدعم ليك واللي بيشتري الاهلي بنعشقه. حسين المغربي بيقول مبروك عليك الاهلي انت الان على طريق البطولات بالتوفيق ان شاء الله. وبرده لايق على الاهلي الجمال والبساطه والاصاله والقلب الطيب. فرحتك وضحكتك حلوين جدا ربنا يكرمك ويوفقك مع اعظم نادي في الكون. ويا ريت يا كابتن اسلام تكون خلصت كده لان ما بقاش في مكان. ده محمد سعيد بيتكلم طبعا على الصفقات. ماشي. احمد حليم بيقول والله يا قفشه اللي اشتري الاهلي نبيع الدنيا كلها عشانه. ربنا معاك ونفسنا تثبت نفسك ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. مين اول لاعب بارك لك في الاهلي؟ حمدي فتحي. حمدي فتحي كلمك امبارح وانا في النادي الاهلي. حمدي كلمني وصلاح محسن كلمني برضه. محمد شريف بس حمدي اول واحد يعني. اللعيبه اللي بيلعبوا في اللي كانوا بيلعبوا في امبي لا بس حمدي فتحي انا قريب منه جدا يعني وصلاح بس هو حمدي كان متابع معايا على طول يعني يعني صلاح محسن من ساعه ما مشي من امبي وهو من اكتر الناس اللي نفسها ان انا اجي النادي الاهلي. كان دايما يقول لي انا نفسي العب معاك تاني ونفسي نرجع نلعب صلاح محسن ولعيب كويس جدا على فكره يعني ان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله ربنا يكرمه الفتره اللي جايه سواء هو ولا مروان ولا صلاح ثلاثه يعني صلاح او مروان او وليد ازارو الثلاثه يعني افضل من بعض الحقيقه. عبد الله البرعي بيقول لك اهلا بيك في اعظم نادي في الكون. العب كره جميله واحنا وراك وهنساندك. الشريف بيقول متواضع وربنا يكرمك ان شاء الله. لو كان قبل ما يجي الاهلي وجاله عرض في نادي اوروبي او اي نادي خارج مصر يعني واضح ان انت يا اسراء مش متابعانا من زمان لان هو حكى الموضوع ده ويعني ملايين 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 ذهب ياقوت مرجان شنط. امنيه بتقول انسان بسيط ومتواضع قوي ربنا يحميك ويحفظك لوالدك ولوالدتك يا رب. يا رب انسان بجد قلبه تقي جدا ومبتسم جدا وفرحان جدا. بس بلاش لان شخصيتك هتركب مع سعد قوي سعد سمير هنستنى ردك في الملعب يا نجم. احمد نورت بيتك وان شاء الله تجيب بطولات كتيره. يعني انا حقيقه هقرا تاني يا جماعه لسه عندنا وقت وعندنا كلام كتير. وكالعاده طبعا اسال قفشه اصبح رقم واحد ترند على تويتر تويتر مصر طبعا. وبالتالي يعني دي تحيه بسيطه جدا لمحمد مجدي قفشه من جمهور النادي الاهلي هو يستحقها الحقيقه. حاجه جميله جدا وحاجه رائعه. طيب صفقات النادي الاهلي ايه اللي حصل في صفقات النادي الاهلي؟ معرفش هل بدايه من شهر يناير بقى ولا ابتداء من شهر 6 لان انا من وجهه نظري ان صفقات النادي الاهلي بدات في شهر يناير السابق وليس في الشهر ده. ولكن خلينا نعرف ماذا فعل او اهم صفقات النادي الاهلي اهم الصفقات اللي جابها النادي الاهلي خلال فتره الانتقالات الصيفيه. ان شاء الله في الحلقه اللي جايه بقى نعمل لكم تقرير مجمع على صفقات النادي الاهلي منذ بدايه يناير وبعد نهايه البطوله الافريقيه وحتى الان. نطلع نشوف هذا التقرير نريح حضراتكم شويه ونشوف اهم تفاصيل هذه الصفقات ونرجع بقى نكمل اخر سيجمنت او اخر جزء في هذه الحلقة الرائعة حلقة محمد مجدي قفشة. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى اعزائي المشاهدين. دي بعض الصفقات انا دايما هسميها بعض الصفقات لان انا دايما بقول ان النادي الاهلي بدا صفقاته عندما اتيح له الفرصة ان هو يبدا هذه الصفقات بداية من شهر يناير اللي فات. بداية من شهر يناير وحتى الان هو ده تدعيم الحقيقي للنادي الاهلي. قبل كده كان عندك البطوله الافريقيه ما كانش عندك وقت ان انت تغير ولا تعمل اي حاجه. دلوقتي او من بدايه من شهر يناير وحتى الان تغييرات او الصفقات الاضافيه على بقيه اللاعبين المتواجدين في الفرقه زي ما حضراتكم شايفين حاجه جميله جدا جدا جدا. قفشه يعني زي ما وريتك كده نمره واحد اسال قفشه نمره واحد على تويتر وكل الناس الحقيقه بعت لك حاجات جميله جدا. خلينا برضه اقرا
من الفيسبوك شويه برضو لان احنا ظالمين الناس بتوع الفيسبوك وتويتر بصراحه يعني. حاجات كتيره قوي جايه لك واسئله كتيره جدا جايه لك. لكن اخيرا طموحك ايه يا محمد مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه؟ وهل انت تعلم طبعا الكلام انت سمعته كتير وهتشوفه لما تخش بقى على الحاجات اللي مكتوبه دي هتعرف النادي الاهلي غير النادي الاهلي طبعا. مختلف. النادي الاهلي عنده لما بتيجي تلعب كسبت بطوله خلاص شو. هتحتفل بيها النهارده بكره خلاص الموضوع انتهى مش بكره يعني بالليل بالليل الموضوع بينتهي. فهل انت عارف كل الكلام ده؟ هل حمدي فتحي وصلاح وزمايلك اللي موجودين اللي قبلك من امبي وراحوا الاهلي اتكلمت معاهم في هذه الامور او اتكلموا معاك في هذه؟ لا والله ما اتكلمتش مع حد لكن انا عارف حاجه زي كده يعني. انا صغير كنت على طول بشجع الاهلي وعلى طول كنت بتفرج على الاهلي وانا صغير فعارف الحاجات دي والحاجات دي الطبيعي بصراحه بس مش في اي نادي طبعا يعني في اماكن معينه بس. والنادي الاهلي واحد من الناس دي في الانديه اللي في العالم كلها يعني مش في مصر بس تقريبا. فاتمنى ان شاء الله ان انا احقق بطولات مع النادي الاهلي واتمنى ان انا اكون اضافه كويسه للنادي واتمنى ان انا اكون عند حسن ظن الجميع زي ما حضرتك قلت الناس اللي بعت الرسائل دي كلها وان شاء الله باذن الله ابقى قد المسؤوليه وهعمل حاجات كويسه للنادي والنادي كمان يضيف لي طبعا. فاتمنى ان شاء الله ان اخد بطولات والعب مدى حياتي في الاهلي ان شاء الله. لعب مش سهل عندك منافسه طبعا. قويه مع مجموعه من اللاعبين بقى انت قلت 6 8 10 يعني عمرو السوليه يعني حسام عاشور يعني اليو ديانج يعني صالح جمعه حمدي فتحي ناس كتير حمدي فتحي صالح جمعه وليد سليمان ناس كتير بالتالي هتبقى منافسه شرسه جدا. لا لا ما خفتش من المنافسه دي لما لا تيجي؟ لا بالعكس والله يا كابتن انا بحب الحاجات دي وانت عارف حضرتك في لا طالما في مدرب وفي مدرب بيشوف والافضل هو اللي يلعب فانا مش بخاف يعني مش بقلق من الحاجات دي خالص. لا لا خالص انا بصراحه في حته الكوره دي مش بقلق خالص يعني انا حتى ممكن لما اشوف اخبار كتير اشوف حاجه ماشي دي ممكن تهزني شويه لكن انا بنزل الملعب في الكوره لا لا ما يعني ما الحمد لله يعني لا لا خالص. انا وانا مع المنتخب انا شفت كريستيانو رونالدو قدام عينيا وانا بعشقه. عملت ايه بقى؟ انا كنت واقف يعني كنت واقف جنبه والله العظيم يا كابتن زي بيني وبين حضرتك كده كنت واقف جنبه انا هموت واتصور مع كريستيانو والله العظيم واحترمت عشان انا باسم منتخب مصر وما رضيتش اعمل كده وما رضيتش اتصور معاه لكن في الملعب لو نزلت هلعب عادي خلاص في الملعب اصل في الملعب حاجه وانا قلت لحضرتك لو قابلته 100 مره ثاني وانا بره المنتخب انا هتصور معاه بس انا كنت مع منتخب مصر فما بمناسبه الاساطير قابلت كابتن خطيب ولا لسه؟ لا لسه. وكلمك في التليفون او حاجه ولا؟ لا لسه 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 برضه اكيد لازم اشوف ان شاء الله. نفسك تشوف كابتن خطيب طبعا. تعمل ايه؟ انا امبارح لما رحت النادي الاهلي سالت عليه بتدور عليه؟ لا سالت بصراحه قلت لهم كابتن محمود هنا قالوا لي لا مش موجود هتشوفه في التمرين ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى ان انا اشوفه بكره اول تمرين مشرف على كره القدم وبالتالي بتلاقيه يعني طبعاً. في التمرين اتمنى ان انا اشوفه يعني. هتعمل ايه بقى لما تشوفه؟ مش عارف مش عارف الله اعلم رد الفعل هيبقى ايه بس تبقى حاجه كويسه بالنسبه لي انا هبقى مبسوط بحاجه زي كده يعني هبقى مبسوط ان انا شفت الكابتن محمود الخطيب طبعا اسطوره طبعا من اساطير كره طبعاً. القدم المصريه والافريقيه. طيب ناخد شويه يا جماعه ولا ايه؟ ناخد شويه برجاوي ولا كتير قوي. طيب اعمل ايه؟ طيب زي ما بيقولك اقسم بالله يا كابتن مجدي انا بحبك جدا 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 ايام ما كنت في امبي انا جنبك على فكره بس انا دلوقتي بحبك اكتر انا من البراجيل وبفتخر ان كمبرا جنبك ساكن جنبي البراجيل دي يعني من الناس برضو ليها ناس حبايبي كتير هناك في البراجيل من حته برضو ما انا طلعت اول مره اختبرت كانت في البراجيل في البراجيل اختبرت هناك وبعد كده رحت بقى على امبي على طول على امبي. طيب كابتن اسال مجدي هنشوفك في اليابان السنه دي ده ايوب ابو علام والجمهور بيحبك وبيحب افريقيا قوي يا كابتن. طبعا اتمنى ان شاء الله وان شاء الله هي اليابان كاس عالم الانديه طبعا 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 احنا ناخد بطوله افريقيا عشان نلعب كاس عالم ان شاء الله ان شاء الله. انت هتلعب كابتن مجدي ده محمد شعبان خلي بالك اصل انا نزلت تحت قوي فمش عارف امتى فانت هتلعب في مركز 10 هو رد المركز ده معاه شهاده حب من كل الاهلاويه شايف ان ايه اللي ممكن تضيفه عشان روح الفانيلا الحمراء ترجع ترفرف من تاني؟ ايه اللي ممكن تضيفه؟ في الملعب يعني؟ لا هضيف ان شاء الله حاجه على قد ما اقدر هقدر اعمل حاجه كويسه ان شاء الله من خلال عشان الناس تبقى مبسوطه يعني ان شاء الله. طيب تمام اخر حاجه هاخدها برضو كام حاجه برضو من على التويتر علشان برضو نشوف المشجع حبايبنا
الأهلوية هم طبعا متشجعين كفاية مجدي. لكن أخيرا يا مجدي عايزك برضو فين هاي اسأل أفشة. طيب عايزك برضو مجدي توجه رسالة, بس قبل بس ما توجه الرسالة حصريا ماشي اسأل أفشة. طب أنا مش عاوز أسأل أفشة على أي حاجة يا كابتن, أنا كل اللي أنا عاوز أقوله يا كابتن إسلام بلغ سلامي واحترامي لأفشة. ده حسام الزملكاوي بيقول لك بيسلم عليك باحترامه وسلامه للكابتن محمود الخطيب. ممكن وصلت يعني ان شاء الله توصل للكابتن خطيب. ده اسمه حسام الزملكاوي, فطبعا هوصلها للكابتن خطيب وقفشه وصلت له. هو ايه اسلام؟ طيب ابو تريكا كابتن, ابو تريكا ايه يا جماعه؟ انا بقول ابو تريكا من الناحيه الفنيه, هو انتوا بتعملوا ايه؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه يعني. محمد مجدي قفشه تحس من كلامه انه متربي وابن ناس قوي وعنده اصل, ما تكسفش انه يقول امي بتبيع. لا ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده. انت انسان جميل وبسيط واصيل ودخلت قلوب كل الاهلاويه, ربنا يوفقك. ده محمد خليفه. قفشه وشه كله سعاده هو بيتكلم, دي حقيقه. انا باركت لك من حوالي شهر على الانستغرام يا كابتن على انضمامك للاهلي, ما كانش لسه انضم للاهلي. قفشه كلام كتير وكلام مهم, ولكن اخيرا رساله بتوجهها لجمهور النادي الاهلي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. بص للكاميرا وقول اللي انت عايزه. لا والله يا كابتن, يعني بص انا بشكر كل واحد ساندني, كل واحد من جمهور الاهلي كان نفسه ان انا ابقى موجود هنا. الحمد لله حققت حلمي وبقيت في النادي الاهلي, واتمنى يا رب اسعدهم وحقق مع زمايلي ومع اللعيبه ومع الفرقه كلها بطولات, واسعد كل الجمهور والناس تبقى مبسوطه مني, ويا رب كده اتالق دايما وابقى مبسوط عشان الناس تبقى مبسوطه. اتمنى لك يا رب كل التوفيق يا محمد, ويعني بالتوفيق. ابتداء من بكره هيكون الموضوع مختلف تماما, هتلاقي وش تاني وامور تانية وتمرين تاني. ربنا يوفقك, وان شاء الله ان شاء الله يظل دائما جمهور النادي الاهلي وسنده وظهره وسندك وظهرك ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن من خلال وجودك في الملعب ان شاء الله. يا كابتن ربنا يخليك, مبسوط جدا اللي كنت مع حضرتك والله. يعني انا مبسوط بيك جدا والله العظيم. ربنا يخليك يا كابتن, شكرا لحضرتك. شكر جدا, انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. قبل ما انهي, احنا ما بنتكلمش غير في كره القدم فقط, انا ماليش اي علاقه الا بالنواحي الفنيه فقط, هو ده اللي انا قصدي اقوله, مش قصدي اقول اي حاجه تانية. كل اللي انا بقوله ان انا قصدي اتكلم في النواحي الفنيه. هنا دايما ما بتلاقونيش بتفرع, ما بتكلمش غير في النواحي الفنيه فقط. النهارده كان عندي احدث صفقات النادي الاهلي نجم محمد مجدي قفشه, زي ما حضراتكم شفتوا, زي ما حضراتكم كلكم كاتبين عنه ان هو انسان بسيط, انسان محترم, انسان خلوق. نتمنى ان شاء الله كل ده كلام كويس وكلام حلو جدا, ولكن برضو زي ما حضراتكم كاتبين قايلين ان احنا مستنيين محمد مجدي في محمد مجدي قفشه في ارض الملعب, اذا كان من هيبقى من الاختيارات المدير الفني مارتن لاسارتي خلال الفتره القادمه, ده هيبقى من خلال تمرينه وكل شيء. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا, ان شاء الله انتظروا مفاجآت قادمه في برنامج سهره مع خلال الفتره القادمه في قناه النادي الاهلي. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.